بس معايا فين بتاع شرم فين اللي كان في شرم لسه جاي ولا جاي مطره شمس بقى و... لا والله هي تخش عليك دلوقتي. هنبدا بقى النهارده يا جماعه نبدا نتكلم عن التشيست. خليكم بس معايا في حاجه بس عايز اقولها في الاول. ودايما في احنا خلاص خلصنا الكارديولوجي في التشيست. التشيست بقيت البرانشات اللي جايه لازم تسال نفسك قبل ما تبدا اي برانش هو ليه اتعمل اساسا. ودايما انا بقول على الشيست ده بالذات اتعمل ربنا سبحانه وتعالى عمل امراض التشيست او عمل الحاجات دي كلها. انا دايما بقول عشان تتقفل في الامتحان. يعني ده من البرانشات اللي هو انقص في اي برانش، انقص في كارديو، انقص في روماتولوجي، انقص في اندوكراين، انقص في الهيماتولوجي، لكن الا ان انت تنقص في التشيست. يعني برانش سهل جدا زي ما هنشوف دلوقتي. بس في مشكله ان التشيست عايز اسلوب معين في المذاكره. خليكم بس معايا يا جماعه لان النهارده حصه النهارده مهمه جدا. التشيست عايز اسلوب معين جدا في المذاكره، يعني جايز هيختلف تماما عن الكارديولوجي او عن اي برانش تاني. التشيست ده من الحاجات اللي بعد ما بشرحها وبنيجي قبل الامتحانات ليله الامتحان بلاقي طلبه قطاع عريض جدا من الطلبه ودي الاغلبيه بيبقوا مبسوطين جدا من التشيست وفعلا بيبقى عندهم القدره انهم يقفلوه بالظبط في 3 4 ساعات. لكن برضو خليكم بس معايا يا جماعه بلاقي دكاتره ثانيه بلاقي طلبه ثانيه تقول لك ان التشيست اصعب برانشات العمر. هي دي بنت على اللي بيركز معايا في اول حصه ويعرف يذاكره ازاي. هنغير شويه في اسلوب المذاكره تركيز. لا 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 ما مش عايزين يا جماعه الكلام خالص النهارده وعايزين بقى تركيز غير عادي لان انا دايما بقول حصه النهارده 90% من المجهود اللي انت هتبذله في التشيست معايا ولا مش معايا. فمش عايزين نبقى من القله المندسه اللي هتيجي في الاخر تقول لك التشيست صعب. لان فعلا بلاقي 90% من الناس يقول لك التشيست سهل جدا واحنا بنخلص كله في ساعتين ثلاثه او ممكن في ساعه كمان. لكن في ناس تانيين بيقعدوا ايام ويحسوا ان كله داخل فين؟ داخل في بعضه وفي مشكله. احنا عايزين نخلص كويس جدا ونحل عليه اسئله كويسه جدا جدا وانتوا نفسكم هتقولوا ان البرانش ده فعلا اتعمل عشان يتقفل في الامتحان. فركزوا بقى معايا يا جماعه. ده لسه جايبين الامر ده احنا اتغيرنا من صلي لا والله ما انت لازم ده تعمل المفروض اعترف بقى. انت المفروض لا مو لازم انت المفروض اكتر واحد فينا تصلي على فكره. استغفر ربنا عشان ربنا يتوب علينا. انا مش على بس محمد بس انا معقول يعني ما فيش كده. يا دكتور هو بيستغفر الذنوب. بصوا بقى يا جماعه نبدا بقى نتكلم مش عايزين بقى كلام خالص نهدى خالص ونهبط خالص. هنبدا نتكلم عن التشيست. قبل بقى ما نبدا بالمقدمات اللي مالهاش لازمه عايزين النهارده نقول السكيم اللي هنمشي عليه. قبل ما نقول بقى ان الجسم فيه كام رئه والكلام الفارغ ده نخش على طول في ايه يا جماعه في المواضيع. لما نيجي نتكلم عن اي مرض من امراض التشيست بنبدا اول حاجه نتكلم عنها الديفينيشن. وطبعا ده مهم والديفينيشنز في امراض التشيست مش هتبقى معقده قوي. يعني جايز امراض قليله قوي اللي هيبقى الراجل بتاع التعريفات وقف قدامها شويه. انما معظم الامراض هتبقى اسهل حاجه في الدنيا الديفينيشن. الايتيولوجي مهم جدا جدا في امراض التشيست. خدوا بالكم الايتيولوجي بيجي لوحده كتير جدا في الامتحانات بالذات مواضيع معينه هنقولها بس بعد ما نخلص التشيست كله. انما هنبدا النهارده بالكلينيكال بيكتشر. لما تيجي تتكلم عن الكلينيكال بيكتشر بتاعت اي مرض من امراض التشيست فلازم في الاول نبدا بالسيمتومز. والسيمتومز سهله. ليه سهله؟ لان اي مرض من امراض التشيست راح ولا جه هيبقى عباره عن كام حاجه؟ 5 حاجات، 5 كلمات هتخبطهم وانت مغمض. رقم 1 اسيمتوماتيك. اي مرض في الدنيا ممكن يبقى اسيمتوماتيك. ايفن البرونكوجينيك ايه يا جماعه؟ ايفن البرونكوجينيك كارسينوما او اللنج كانسر ممكن برضو يبقى اسيمتوماتيك. رقم 2 حاجات جنرال. جنرال زي ايه بقى؟ جنرال اللي هي راحت ولا جت عباره عن فاهمه فيفر وهيديك وماليز واندروكسيا. لان معظم الامراض اللي عندنا هتبقى انفكشن واللي مش انفكشن بتجيب انفكشن. فهيبقى في حاجات جنرال اللي هي فاهمه فيفر وهيديك وماليز وايه كمان واندروكسيا. يعني هنتكلم في اي مرض من امراض التشيست اللي هتقابلنا. وبعد كده احنا كده قلنا حاجتين يبقى باقي 3 حاجات اللي هم ايه بقى؟ الثلاثي المرح اللي هم الكف وديزنيا وبين. وخدوا بالكم انا بقول كف الاول لان طول رحله الكارديولوجي كنا دايما بنبدا بايه يا جماعه؟ كنا بنبدا بالديزنيا. انما هنا طبعا بقى التشيست طبعا عيان التشيست بيكح الاول وبعدين يبدا ايه؟ ينهج. وان كان في امراض لازم برضو نبدا بكلمه ديزنيا في التشيست هتعدى علينا بس قدام شويه. المهم بقى يبقى اي مرض من امراض التشيست هنكتب كام كلمه واحنا مغمضين؟ اول حاجه اسيمتوماتيك وبعدين جنرال وبعدين كف وديزنيا وبين. وبعد كده تقف مع نفسك واقفه لو كان المرض سبراتيف لانج ديزيز. لو كان المرض ايه يا جماعه؟ سبراتيف لانج ديزيز. هو يعني ايه سبراتيف لانج ديزيز بقى؟ يعني انت عندك مصيبه في الرئه، عندك كافيتي في الرئه بتحوش بس او بتحوش زبيوطم وكل شويه تحوش 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 وبعدين تجيب زبيوطم قد كده. خدوا بالكم ركزوا يا جماعه بس معايا مش اي حد بيجيب زبيوطم هيبقى اسمه سبراتيف لانج ديزيز. انت لازم تجيب كميات محترمه من الزبيوطم. زي ايه مثلا؟ عيان يجي يقول لك انا بجيب كوبايه زبيوطم في اليوم او بجيب كوبايه ونص. مش اي حد بيجيب لك حته زبيوطم قد كده. عارفين الزبيوطم ولا لا؟ عارفين اللي هو اللي بيبقى الكريم الشكل اللزج ده. المهم مش اي حد بيجيب شويه زبيوطم ويمسكه لك ويجي يقول لك الحقني يا دكتور. لا ده مش سبراتيف لانج ديزيز.
عشان اقول صبره بلانج ديزيز لازم يبقى في مرض عنده ايه يا جماعه؟ عنده حاجه بتحوش سبيوتم كميات رهيبه وبيجيب كل يوم ايه يا جماعه؟ سبيوتم رهيب. هذا السبيوتم عشان يبقى صبره بلانج ديزيز السبيوتم او طب حد يقول له، حد يقول له من بره طبعا هو فين حد يقول له. فالمهم رقم واحد انا مش عارف المفروض الجو بره، الجو كل شويه بره ده غريب. بصوا بقى مش بس اه احنا هنقول دلوقتي يبقى لو كان المرض صبره بلانج ديزيز هنزود حاجتين على الخمس حاجات اللي انا قلتهم. ايه هما الحاجتين اللي هنزودهم؟ وخدوا بالكم الحاجتين اللي هنزودهم هنبدا بيهم. رقم واحد حاجه اسمها سبراتيف سندروم. يعني ايه سبراتيف سندروم بقى؟ يعني واحد بيجيب سبيوتم، لكن هذا السبيوتم عشان اقول ده سبراتيف سندروم لازم يمتاز بكم كلمه؟ خمس كلمات. ركزوا بقى معايا ايه هما الخمس كلمات. الكلمه الاولى اللي هي ايه يا جماعه؟ خد بقى تعاملوا الكلمه الاولى اللي هو لابد ان يكون هذا السبيوتم ايه؟ اكسسيبا، يعني لازم كميه كبيره زي ما انا قلت لكم كوبايه او كوبايه ونص او ما الى ذلك. ورقم اتنين بعد كلمة اكسسيف طبعا ده محوشه وقاعد بيحوش سبيوتم كتير جدا في الرئة، يبقى لازم يبقى ايه يا جماعة؟ فيتد. طبعا هتبقى ريحته مش عاطفية. وبعد كده بيرولانت اللي هو فيه بص. وخدوا بالكو ان هو كل شوية يحوش ويفضي يحوش ويفضي، وبالتالي مش بيجيب لسبيوتم all the time، انما بيبقى ايه يا جماعة؟ بيبقى باروكسيزمالا، يمتاز بانه ايه؟ باروكسيزمال. وبعد كده ودي اهم حاجة في الدنيا بوزيشنال. يعني ايه كلمة بوزيشنال؟ يعني ايه يا جماعة؟ يعني في امراض كتير صبره بلانج ديزيز هنقولها دلوقتي، لكن خدوا بالكم كل مرض بيبقى فيه وضع نموذجي العيان بيجيب سبيوتم اكتر فيه معايا. وخدوا بالكم ركزوا جامد جدا في الحته دي، لان كل مرض هنشرحه لازم تسال عن البوزيشن. العيان نفسه لو ذكي بياخد باله، لان اهم علم في الدنيا طبعا هو علم ايه يا جماعه؟ علم الاوضاع. برافو عليك يا سعيد، عليك يا سند، انت منتهى علم الاوضاع. ايه المهم يقول لك بوزيشن، بس لازم نعرف ان كل مرض بيبقى ليه وضع نموذجي، وده اللي بنقوله لما نيجي نتكلم عن ايه يا جماعه؟ كل مرض على حده. يبقى تاني بقى اي مرض في التشيست، وانا حاسس برضو ان انتوا لسه مش مركزين قوي، مش عايزين يبقى مصيرنا نفس مصير الناس اللي بيجوا في الاخر يقولوا ايه الشيست صعب. الشيست ده يا جماعه اسهل برانشات العمر، المفروض ان ده فعلا يتقفل. انقص في اي برانش الى البرانش ده. السيمتومز بتاعت اي مرض سهله ولا صعبه؟ سهله، لانهم كام حاجه؟ خمس حاجات. ايه هما الخمسه تاني؟ اسيمتوماتيك، وبعدين جنرال، وبعدين كاف، وديزني، ورين. ولو كان المرض صبره بلانج ديزيز، الصبره بلانج ديزيز على فكره هم اربع امراض عندنا في المنهج هناخدهم بعد كده، اللي هو اللانج ابسس، برونكيتس، حاجات كده هنبقى نقولها بعد كده. هنزود كمان صبره في سندروم، وهنزود كمان كلمه اللي هي ايه يا جماعه؟ هيموبسس. خدوا بالكم كلمه هيموبسس هتبقى مهمه جدا. وخد بالك انت لو مش عارف كلمه هيموبسس بالنهارده هتيجي بعد كده هتنسى الكلمه دي. لازم تبقى عارف ان اي صبره في لانج ديزيز بتزود ايه يا جماعه؟ او بتبدا بايه؟ صبره في سندروم وهيموبسس. وخدوا بالكم الكلمه دي هي اللي عليها العين، الهيموبسس، لان اي طالب طبعا هيفتكر صبره بايه يا جماعه؟ من اسمه سندروم، من اسمه. لكن صبره في سندروم سبيوتم بيمتاز بكام كلمه؟ قلنا خمس كلمات. ايه هما الخمس كلمات بقى؟ اكسسيفا، وبعد كده فيتيدا، وبعد كده بريلانتن، وبعد كده باروكسيزمال، وبعد كده يا جماعه بوزيشنال. ولما ناخد الامراض هنبقى نعرف بقى الايه يا جماعه كلمه البوزيشنال دي. المهم بقى كده خلصنا السيمتومز. سهله ولا صعبه؟ اعتقد سهله جدا معايا. ايه باروكسيزمال؟ بتروح وبتيجي يعني باروكسيزمال. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه السيمتومز. ندخل بعد كده في الساينس. خدوا بالكم الساينس لازم تقسمها لي جنرال وايه كمان ولوكال ساينس. بالنسبه نبدا بالجنرال ولا باللوكال؟ طبعا الجنرال. والجنرال مشكلتها في الحقيقه ايه؟ انها دايما تتنسي في الامتحان. يعني ممكن تبقى مذاكر الجنرال كويس قوي، لكن من خبرتي في الحياه طلبه كتير قوي يدخلوا الامتحان ويخرجوا كتبت يا ابني الجنرال وهو بيقول لك ساينس وفي اي مرض. كتبت الجنرال ساينس دايما تتنسي، دايما تفتكرها امتى؟ وانت نازل. لا، عايزين نبقى ماسكين خيوط اللعبه في ايدينا بقى. الساينس هتبقى جنرال ساينس وايه كمان؟ ولوكال ساينس. اللوكال ساينس كلكم عارفينها من العملي وهنراجعها دلوقتي، لكن الجنرال ساينس اللي هي ايه بقى يا جماعه؟ يقول لك اي مرض من امراض التشيست في ثلاث كلمات. ايه هما الثلاث كلمات؟ فيفر. خلي يا دكاتره يا جماعه كده مش هينفع. فيفر، وقلنا كمان تاكيكارديا، وقلنا كمان ايه يا جماعه؟ وهنقول كمان تاكيبنيا. يبقى في فيفر درجه الحراره بتعلى طبعا، وبعد كده تاكيكارديا، وبعد كده ايه يا جماعه؟ وتاكيبنيا. وخدوا بالكم كلمه تاكيبنيا مهمه جدا، لدرجه ان في امراض هو اساسا النسبه الطبيعيه الريسبيراتوري ريت الى الهارت ريت قد ايه؟ هو الهارت ريت كام في المتوسط؟ يعني نقول مثلا 80. حلو الكلام. طب الريسبيراتوري ريت كام؟ 18 ل 20. نقول مثلا 17 خلوه 20. يبقى النسبه المفروض 1 الى كام يا جماعه؟ 1 الى 4. بعض امراض التشيست بتبقى النسبه مش 1 الى 4 بقى، يحصل تاكيبنيا لدرجه ان الريسبيراتوري ريت يعلى قوي، تلاقي العيان تدخل عليه تلاقيه عامل ازاي؟
لدرجة الريسبيراتوري ريت إلى الهارت ريت يبقى 1:2 بدل 1:4. والله العظيم قد تكون النسبة 1:1 زي عيان النمونيا مثلا، يبقى قاعد في الاي سي يو تلاقي الهارت ريت بتاعه قد الايه يا جماعة؟ قد الريسبيراتوري ريت. يبقى المهم رقم 1 يقول لك فيفر، ورقم 2 تاكيبنيا، ورقم 3 تاكيكارديا. دول الثلاث كلمات اللي وانت مغمض هتكتبهم في اي مرض من امراض الايه يا جماعه؟ من امراض التشيست. ولكن عمر ما كانت الحياه بالايه بالسهوله دي، وعمر ما كان الطب بالايه يا جماعه بالبساطه دي. وعايزين من النهارده نمسك خيوط اللعبه في التشيست، لان بينه وبينكم يا جماعه المواضيع كلها هتلاقيها متشابهه قوي. فعايزين النهارده نبقى ماسكين خيوط اللعبه. يقول لك ايه بقى؟ قلنا اي مرض هتكتب ثلاث كلمات، ايه هما تاني يا جماعه؟ وعايزكم تنفعلوا معايا كده، انا حاسس ان انتوا فيفر تاكيبنيا تاكيكارديا. لكن لو كان المرض نيمونيا، ده الموضوع اللي هنشرحه الحصه الجايه، لو كان المرض نيمونيا هنزود ثلاث الوان. هنزود ايه يا جماعه؟ ثلاث الوان. برضو مش هتفتكرهم في الامتحان الا لو عرفتهم من النهارده، ان هنزود ثلاث الوان. هتقول لي ايه هما الثلاث الوان دول؟ هقول لك لنا موعد ولقاء لما نيجي نشرح النيمونيا. لكن اكتر حاجه تضايقني او تصيبني بالاحباط ايه هي بقى؟ ان انا بشرح النيمونيا محدش اصلا يفتكر ان احنا بنزود ايه يا جماعه؟ ثلاث الوان. انا كل اللي عايزه منك وانا بشرح النيمونيا اجي اقول لي الجنرال ساينز، تقول لي الثلاثه اللي في الاول عديهم، ما احنا عارفينهم اللي هم ايه؟ شكلنا فيفر تاكيبنيا تاكيكارديا. لكن هنا هنزود كام لون بقى؟ ثلاث الوان. يوم واحد يقول لي يا دكتور الفضول هيموتني، الفضول هيقتلني، نفسي اعرف ايه هم الثلاث الوان دول. اقول لك اما ناخد النيمونيا هنقولهم، تقول لي مش هقدر استنى. اقول لك يا راجل ما اكيد هتبقى الالوان الايه؟ الطبيه. يعني مثلا مش هيبقى لونه اخضر مثلا، مش هيبقى لونه بنفسجي مثلا، انما هيبقى لونه ايه يا جماعه؟ الالوان الطبيه. ممكن يحمر شويه، ممكن يزرق شويه، ممكن يصفر شويه. ولما ناخد النيمونيا هنعرف هو ليه بيزرق شويه او بيحمر شويه او بيصفر شويه. بس الاهم من كده ان احنا اساسا نفتكر في الامتحان ان احنا في النيمونيا هنزود كام لون؟ ثلاث الوان. ولو كان المرض برونكيتسز، لو المرض برونكيتسز برادع خليك معايا، ولو كان البرادع مش هينفعك خليك معايا، قاعد هو دلوقتي في فيينا دلوقتي. فالمهم لو كان المرض نيمونيا هنزود ثلاث ايه يا جماعه؟ ثلاث الوان. ولو كان المرض برونكيتسز هنزود ثلاث اورام. هنزود كم ورم؟ ثلاث اورام. ايه ثلاث اورام؟ هيبقى ورم فوق، ورم تحت، ورم في النص. يا ترى الورم اللي فوق هيبقى ايه؟ بنعرف بقى في البرونكيتسز. يبقى لو كان المرض نيمونيا هنزود ثلاث. وفي الاسكيم على فكره بحب دايما ابقى سريع، وانت نفسك تبقى ايه يا جماعه؟ تحاول تجمع معايا وتمسك خيوط اللعبه. لو المرض برونكيتسز هنزود كم ورم؟ ثلاث اورام، ورم فوق، ورم تحت، ورم في النص. واحد يقول الفضول هيموتني، ورم فوق زي ايه؟ اقول له يا راجل بس كده، ما هنبقى نعرف البرونكيتسز على فكره، بس ورم فوق اكيد هيبقى ايه يا جماعه؟ بافي ايليد من الكرونيك كاف اللي هتبقى عنده. ورم تحت هيبقى ايديما الولم. طبعا واحد يقول لي طب سبب كل ده ايه؟ اقول لك ما هنقول بقى في البرونكيتسز، بس حصه النهارده هي بعنوان ايه؟ لكن ليه نبقى نعرفها فين بقى؟ طول منهج التشست. معايا ولا مش معايا؟ يبقى اول حاجه البرونكيتسز النيمونيا بنزود ثلاث الوان. البرونكيتسز بنزود ثلاث اورام، ورم فوق، ورم تحت، ورم في النص. واحد يقول لي طب بالمره بقى ما تقول لنا ورم في النص فين؟ اقول لك يا راجل بس كده برده، ورم في النص هيبقى في ايه يعني؟ في النص. هو في النص بالظبط على فكره، اللي هو ايه؟ كلابنج. لا معايا كلابنج اهي. فالمهم يقول لك بقى يبقى ورم فوق بافي ايليد، رقم تحت او ورم تحت اللي هو ايه يا جماعه؟ ايديما الولب. ورم في النص اللي هو ايه؟ طب ولو كان المرض سي او بي دي. ركزوا يا جماعه معايا، لو المرض سي او بي دي اللي هو طبعا خدتوه في العمل وشفتوه حالات كتير قوي، ده هي دي حاله العمل الوحيده تقريبا في الانتشاست كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. طبعا لو المرض سي او بي دي هنا هنزود ايه بقى عن الثلاثه؟ هم ايه هم الثلاثه اصلا؟ فيفر تاكيبنيا تاكيكارديا. هنزود ايه بقى هنا؟ هنزود كل الجسم بيورم من فوق لتحت. وعلى فكره يا جماعه لما اقول كل الجسم بيورم من فوق لتحت بدون مبالغه، فعلا هتورم كل الجسم هيطلع صح. ولما ناخد السي او بي دي، وانتوا في منكم اللي خد شيست في العملي اكيد عارف يعني ايه كل الجسم بيورم من فوق لتحت. وبالمناسبه بقى كله بيورم من فوق لتحت ما عدا حاجه واحده بس، اقولها دلوقتي ولا نفضل سايبينها لحد ما نيجي نشرح السي او بي دي؟ تقولوا لي بقى يا ترى يا هل ترى ايه الحاجه دي؟ او ما ارد عليكم واقولها لكم. انا شخصيا بميل لاسلوب الاثاره اي سسبنس، الاثاره والتشويق والمتعه. يعني ايه يا جماعه؟ اللي هو حتى انت نفسك لما ترجع بيتك كده وتيجي تنام تفضل تخبط على السرير جامد جدا، عايزين بقى امتى يجي اليوم اللي بيصحى فيه يا جماعه عشان نعرف. وعلى فكره السؤال ده بيجي في الام اس كيو، وعلى فكره بيتسال عملي. ايه الحته الوحيده اللي نفر مش نفر، انما الاصل في المرض ما بيورمهاش؟ مش هقولها غير اما ايه يا جماعه، لان السؤال ده بيجي في الام اس كيو. اول اوف ذا فولوينج ممكن يحصلوا مع سي او بي دي اكسبت، ويجيب لك كلابنج في النص. يبقى هتعلم او هتعلم على ايه يا جماعه؟ نبقى نقول، لان انتوا خدتوا طبعا في العملي الكلابنج ليس ظاهره من ظواهر السي او بي دي، انما لو حصل كلابنج ده انت اكيد بتوع العملي هيقول لكم ايه يا جماعه؟ لو لقيت عيان عنده سي او بي دي وعنده كلابنج، طلتم وتاخده في حضنك كده
عشان دموعك تنزل ورا ظهره يقوم ما يشوفهاش، لان معنى كده ان عنده كارثه زي ما هنبقى نعرف في السي او بي دي بقى، ممكن يبقى داخل لان كانسر برونكيه حاجات كده كتير هنبقى نقولها. المهم كل الجسم بيورم من فوق لتحت. يقول واحد بقى شفت يا جماعه الحاجه البسيطه دي ممكن تنتشلك من حاله الضياع في الامتحان، تبقى قاعد في الامتحان وانا عارف اللي بيحصل في الشيست تحديدا، تبقى قاعد في الامتحان في الورقه بتاعت التشيست قاعد بتمتحن شيست بس، بقيت الامتحان كله بقيت البطنه كلها سايبها ومذاكر شيست بس، ومع ذلك تدخل انا عارف اللي بيحصل في الشيست بالذات لان كلهم شبه بعض كله دخل في بعض، يجي يقول لك جنرال ساينز اوف سي او بي دي وانت قاعد عيش بقى كله دخل في بعضه، وقاعد تكتب حاجات جنرال على لوكال على سيمتومز على انفستيجيت كله دخل في بعضه. مره واحده صدى صوت يجي يقول لك ايه بقى، كل الجسم بيورم من فوق لتحت تحت تحت ما عدا حاجه واحده 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 واحده، تقوم انت على طول كاتب يا جماعه تورم كل الجسم ما عدا الكلابنج. تيجي نعمل كده اقول لكم عايز اشوف دماغكم زي ايه مثلا، ورم لي كده كل الجسم. ومره ثانيه حصه النهارده ايه، لان لما ناخد السي او بي دي نبقى نعرف ايه يا جماعه ليه. لكن يا فرحتي بقى انا اللي عارف ايه وليه. طب وكتبت ايه في الامتحان؟ لا انا كنت عارف بس، بس اللي هو لا افتكر الاول جنرال ساينس. يلا حد يقلب كده كل الجسم بيورم من فوق لتحت. بافي ايلاند. وعلى فكره كلمه ليه هتبقى سهله. طب وبعد كده انزل لتحت شويه، هنا هيبان الخيال بتاع كل واحد فيكم بقى، لان ممكن واحد ينط او بيقول ديس فيج، واحد يقول ديس فيج، ما فيش حاجه مش عارف ديس فيج اللي هو عشان انا حطيت ايه هنا على ديس فيج اي كلام. فالمهم ننزل فالرقبه كونجست النيك فين مثلا يعني. طب وبعد كده ننزل هشوف بقى الخيال بتاعك. لا الكتف، حتى الكتف بيورم. تقول لي الكتف بيورم اقول لك مش انت خدت الكلام ده في العملي؟ حاجه اسمها بروفيشنال اتيتيود. ده حاجه على فكره ساين مهم قوي. الناس اللي عندهم سي او بي دي اللي هو دايما يسموهم اقرع ونزهي، دايما عنده بروفيشنال اتيتيود. يعني ايه بروفيشنال اتيتيود؟ انت عارف هو عنده مشكله في الكباستي عنده، فدايما يعمل لك ايه يا جماعه، يزود الفيرتيكال كباستي، فيقوم رافع دايما ايه يا جماعه كتفه كده. تلاقي دايما اللي عنده سي او بي دي اتفرجوا عليه تلاقي دايما رافع ايه يا جماعه، فرفعت الكتف دي يقوموا يسموها بروفيشنال اتيتيود. مش ساعات تلاقي واحد عايش الدور قوي، حتى تلاقي دكتور مثلا يدخل لك او داخل لك المحاضره عايش الدور قوي رافع لك ايه يا جماعه. وزي المذيع اللي هو بتاع الجزيره ده، عارف الجزيره دي لا تولع قناه الدوله اللي عامل. فالمهم اللي عارف انت في واحد اصلا مش عارف ايه كده جميل عازف، انا ما بشوفش الجزيره بقى فتره اصلا، بس هو كان ايه يا جماعه بقيت دلوقتي متابع للقناه العربيه حتى في حاجات زي الفل مش زي القناه الثانيه دي في الكلام. فالمهم النشره الاقتصاديه بس. فالمهم يقول لك ايه بقى، يقول لك ايه دايما تبص كده على بتاع الجزيره ايام ما كنت بتابعها، يقوم رافع لك ايه يا جماعه، يرفع لك كتفه كده اللي هو بروفيشنال اتيتيود. هو يا اما هو احمر على فكره ما فهمش حاجه، هو غالبا سي او بي دي. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه. طب ننزل لتحت شويه، انا عايز اشوف خيالكم اما تيجي صدى صوت يقول لك كل الجسم بيورم من فوق لتحت. واحد هيقول لي بافي ايلد، وبعدين هنقول كونجست ليك فين، وطبعا برادع هيقول ديسفيجر. وبعد كده ننزل لتحت الشولدر، ايه بيحصل فيه يا جماعه؟ المقصود بتيومر مش تيومر في الشولدر، ما تضحكوش الناس علينا، انما المقصود ان هو بيورم شويه بروفيشنال اتيتيود. في حاجه كمان هنا، حاجه اسمها التراكيه الطب. كل الكلام ده هنبقى نشرحه، بس انتوا هتاخدوه في العملي وانا هشرحه لما نيجي اليوم اللي بشرح فيه يا جماعه سي او بي دي. نبقى نعرف بقى في اللي هو ايه عمال نشرح سي او بي دي. التراكيه الطب لو لما تحط صنب كده وتخليه يا جماعه ياخد نفس، تلاقي حاجه بتسحب صباعك وبتنزل لتحت. على فكره الاخوه المدخنين لو بتدخن من زمان ممكن تلاقي نفسك عندك حاجه اسمها تراكيه الطب. وبعدين على فكره في العملي خدتوه حتى في كارديولوجي مع الديسيكتنج اورتا، بس بتبقى سيستوليك طب مش انسبيراتوري تركات حاجات كده. بقول لكم كلام كفار من رجعوا بيه دلوقتي. المهم بصوا بقى يا جماعه، فيبقى كل الجسم بيبقى على فكره بقيه الجسم ورمه كارديوميجالي اسايتس هيباتوميجالي اديما واللم. يبقى انت بس لما اجي اشرح سي او بي دي انت تسالني سؤال واحد بس، ليه كل حاجه بتحصل من دي، ونبقى نعرف بقى في سي او بي دي. بس انا اللي يهمني النهارده الكونكلولو ايه بقى. انا يهمني النهارده حصه الكونكلولو اللي هو كونكلوجن، يعني اللي هو من الاخر لو المرض ديمونيا هنزود 3 الوان كلنا بقى المفروض نطلع النهارده. والله نفسي تنزلوا في الشارع كده، لو المرض نيمونيا هنزود 3 الوان، ولو المرض برونكيتس هنزود 3 اورام، ولو المرض سي او بي دي هنزود كل الجسم يورم من فوق لتحت. معايا ولا مش معايا؟ حاجه واحده انا بنعرفها فين بقى، في السي او بي دي معايا ليه كلابنج على فكره، بس ايه ما انا قلتها زي اللي لسانه قلتها. ولو كان المرض تي بي هنزود حاجتين، ومن لطف الاقدار بينا ان الحاجتين بحرف السي سي سي. وانا اسف لو الكلمه دي طبعا جايه عند الجرح عند بعض منكم يعني. فيقول لك بقى لو المرض ايه يا جماعه كان تي بي هنزود ايه، حاجتين بحرف السي اللي هم سي سي، ونبقى نعرفهم ايه بقى لما نيجي نشرح التي بي. معايا؟ بس يبقى الجنرال ساينز خلصت وبلا رجعه. ومره ثانيه مره ثانيه، لان حصه النهارده كتاب اللي هو ايه يا جماعه، لو كان المرض نيمونيا برونكيتس سي او بي دي كل ده في الجرام من فوق تحت حاجه واحده، تي بي هنزود حاجتين بحرف السي. حتى ماشي على تي بي هنزود حاجتين بحرف سي، وتحس ان هي سهله وهنبقى نقولها بعدين بقى اللي هو كاشيكسي او كلوبنج، لكن نبقى نقولهم بعدين يعني.
المهم بقى بقول لك ايه ما اكتبهمش دلوقتي لان انا مش عارف تفهمين ولا لا. انا يميني وانا بشرح تيجي تقول لي ايوه اتنين بالسي حاسس ان انت ايه يا جماعه ماسك خيوط اللعب مش ايه هم ايه هم ما هنعرف بعدين. ما احنا لو قلنا كل حاجه النهارده طب هنقعد طول الشاس نقول ايه بقى نيجي ناخد صور سيلفي مع بعض ما خلاص لازم ننجز يعني. فالمهم خش على اللوكال ساينس بقى اللوكال ساينس طبعا اللوكال بقى لوكال اكزامينشن العملي بقى. والعملي اصلا بتاع على فكره اسهل عملي في الدنيا هو عملي ايه التشست يعني بحظه حلو قوي اللي بيخش على حاله تشست ده بيبقى مضمونه 100% لو جبت حمار عارف لو جبت حمار والله العظيم بدون مبالغه او عشان حرفان في طبعا مبالغه لا بس لو جبت حمار فعلا قلت له يعمل اكزامينيشن قلت له يعمل اكزامينيشن لحاله تشست ممكن يبقى اول مره في حياته يعمل اكزامينيشن لحاله تشست ويشخصها. خد بالك حتى الاوسكالتيشن في التشست الناس اللي خدوا راوند تشست يدركوا المعنى اللي انا بقوله. طب ممكن ما تبقاش سمعت ولا حلقه قبل كده ومع ذلك تحط السماعه تقول على فكره في بلورال رام او في هنا رونكاي او في هنا مثلا كريبيتيشن وانا سامع كويس جدا ايوه تقدر تسمع. انما مثلا غير الكارديولوجي انت عشان توصل لتشخيص مثلا عشان تسمع ال دايستوليك ميرمر اوف ايورتيك ريجرج لا ده انت محتاج الاف السنين وبدون مبالغه لان عشان تسمع مثلا في بعض المرمرات صعبه جدا ان انت تسمعها يعني. انما هنا الاكزامينيشن سهل قوي انسبكشن بالبيشن وبركشن هتخبط واوسكالتيشن والكلام هنا بقى هايف. يعني نبدا بالانسبكشن النهارده يا جماعه فرصه فعلا للطالب لفطه اللي هو عمره في حياته ما حب العملي وعمره ما بيعرف يعمل اكزامينيشن واللي هو ايه يا جماعه فرصه النهارده اليوم يوم فعلا. لان الانسبكشن مثلا الانسبكشن بيتعلق على كام حاجه بتبص بصه وتبص بصه وتعلق على ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات بقى؟ طبعا يعني اول حاجه حاجه تضحك يعني بجد نقولها الشيب اوف تشست فلان طبعا الشيب اول حاجه فبتشوف الشيب اوف تشست. وعلى فكره الاحتمالات عندنا سهله قوي ما هو الشيب اوف تشست حاجه من اثنين يا يطلع لبره تبقى يونيلاترال بلج طبعا لان معظم الامراض اللي عندنا تبقى يونيلاترال يعني لو بايلاترال طبعا هيبقى بايلاترال بلج ولكن غالبا بيبقى يونيلاترال يا جماعه بلج يا يتشفط يبقى لجوه نقوم نسميها يونيلاترال يا جماعه ريتراكشن يبقى يا يونيلاترال بلج يا اما يا جماعه يا ريتراكشن. انا مش جاي النهارده عشان اقول لكم ايه الحاجات اللي بتعمل بلج لانها حاجه تضحك طبعا الحاجات اللي بتعمل بلج اي حاجه تيجي فين في البلوره اي حاجه تيجي في البلوره فتزق الشيست لبره صح يعني بلورا ريفيوجن يعني ميه في البلوره نيوموثوركس هواء في البلوره هيدرو نيوموثوركس ميه وهواء امبايما بص في البلوره اي حاجه بقى. يبقى لما اي حاجه تعمل لك مصيبه في البلوره ممكن تعمل عشان كده لو جاب لك حاله مثلا وقال لك برونكوجينيك كارسينوما وعملت مثلا شيب اوف شيست طلع لبره قول له يا دكتور يبقى اكيد كومبليكيتد باي بلورا ريفيوجن. طب نيمونيا وعملت يونيلاترال تشيست مثلا حصل بلج مثلا قول له بقى اكيد النيمونيا نطت على البلوره وعملت بلورا ريفيوجن يعني العمليه مش كيمياء واضح ولا مش واضح. ايه الحاجات اللي تعمل ريتراكشن يا راجل بس كده لان الحاجات اللي هتعمل ريتراكشن الحاجات اللي بتشد فايبروزس وهي يا جماعه مرض عندك في التشيست وطول قوي قعد معاك الاف السنين ما هو اكيد هيهين بايه فايبروزس. يوم الفايبروزس يعمل ايه يا جماعه يونيلاترال ريتراكشن. حاسس مش مقنع بالحاجات بس انا فعلا بتعمد في السكيم او انا بتعمد في السكيم طلع كده اللي هو عشان الحصه ايه يا جماعه بحاول اشرحها في مستوى الطالب المحدود قوي يعني اللي هو بس المفروض نحصل الكلام ده امتى بقى يعني احنا بنزرع النهارده عشان بعد كده طول التشيست انتوا يبقى سهل جدا. فالمهم قبلوني فالمهم مفيش فايده انسبكشن قلنا شيب اوف تشيست سهل ولا صعب يا يونيلاترال بلج يا يونيلاترال يا جماعه ريتراكشن. يوم واحد يقول لي طب وبعلق على كمان اقول لك طبعا الاكسبانشن اللي هي الريسبيراتوري موفمنت. الريسبيراتوري موفمنت طبعا يعني مش محتاج نيدلس تو سي ان هي هتعمل سهمين لتحت الريسبيراتوري موفمنت بتقل ديمينيشد طبعا ديمينيشد اون ذا افكتد سايد طبعا في كل الامراض اي مرض بيجي يا جماعه ما هو اصل لو المرض ما اثرش على التنفس يبقى معلش يا جماعه الشيست بتاعك سليم ما هي الرئه ايه اصلا غير ان انت بتتنفس بيه معايا ولا مش معايا. فطبعا هتكتب وانت مغمض اي مرض من امراض التشيست مهما راح او جه هتكتب ايه يا جماعه ريسبيراتوري موفمنت قليله حلو الكلام. وطبعا هتاخده في العملي ازاي اصلا تعلق على الاكسبانشن وازاي اصلا كمان تشوف الريسبيراتوري ريت مثلا اللي هو خدته الكلام ده في العملي ولا لا في الجنرال حتى يعني ما ينفعش تبص للعيان كده وتقول له ايه يلا عشان نعد الريسبيريشن ما ينفعش. انما ايه يا جماعه خدته ايوه بالظبط تمسك الهارت ريت تعمل نفسك ميت اللي هو تعمل نفسك بتعلق الهارت ريت البلس وانت ايه يا جماعه باصص على الريسبيريشن معايا ولا مش معايا. ما ينفعش مثلا تروح لحد تقول له يلا تنفس كده ما نشوف الريسبيريشن لا مش هيعرف ما مش هيعرف يعني انا ينفع اقول لكم يلا يا جماعه نشوف النفس الطبيعي ما ينفعش لانه لا يمكن يبقى طبيعي بعد ما اسالك السؤال واضح. فالمهم يعني يبقى اول حاجه انسبكشن والانسبكشن سهل ولا صعب شيب اوف تشيست كلام حماده بالجنزبيل والريسبيراتوري موفمنت بتقل في كل الايه يا جماعه في كل الامراض. في حاجه ثالثه بس اللي هي ايه لو حصل بلورزي لو واحد عنده التهاب في البلوره فالتهاب في البلوره فهو اكتر حاجه يخشاها في حياته ايه الاحتكاك
لان احتكاك الطبقتين مع بعض هيعملوا مشاكل هيعملوا وجع. فدايما حد فيكم عنده بلارز يا جماعه؟ اللي عنده بلارز دايما اتفرج عليه وهو بياخد النفس ياخده ازاي؟ بيبقى رابط شنو مش عايز يعني بقى هو مش عايز ياخد نفس عميق عشان ما حصلش ايه يا جماعه احتكاك جامد. فتلاقي دايما النفس ايه عشان كمان هو هيجي ياخد نفس يحس بوجع يقوم موقف النفس دايما. فدايما بيبقى فيه اللي هو رابيد شانل ريسبيريشن. دي مش مهمه قوي. انا اللي يهمني في الانسبكشن حاجتين اللي هما شيب اوف شيست وايه كمان يا جماعه. طب تاني حاجه بقى تاني حاجه البلبيشن. هناك فرق كبير جدا بين الشيست والكارديو. يعني كده يا جماعه انتوا بتفتكروا ذكريات كارديولوجي لا ما كانش كده. وانسبكشن وبلبيشن وشايف ايه وبتحس الايبكس ازاي طب بتحس مش عارف ايه. هنا البلبيشن مثلا سهل قوي هما حاجتين بتعلق عليهم ومن لطف الاقدار بينا ان الحاجتين بحرف الايه التي. في واحده ثالثه بالتي برضو انا كاتبها سريتها بالتي فقلت والله انا كاتبها بس هو عموما الاثنين بحرف التي دول المهمين. اول حاجه ايه تركيه وتاني حاجه ايه تي في اف معايا تي في اف. تخشش الراجل بالمناسبه ما تخشش انا كنت قايلك على واحد اللي هو اللي كان معايا جنسيه كده زي كده فكان معاه جنسيه اللي هو دخل تريكي والكلام يا ابني اتكلم انجليزي مصري بتاعنا اللي هو ايه ما تسمش على الراجل في الايه في الشفق الترك ايه بلاش اللي هو ايه. فالمهم يقول لك تي وتي تقطعي الفوكال فريمتس وايه كمان يا جماعه والتركيه تركيه معايا. يقول لك اول حاجه التركيه بيحصل فيها ايه بقى يقول لك تركيه اول ناس واحد دخل انا كنت قايل لكم عليه. فالمهم دخل فهو اصلا كان هو اصلا عايز جنسيه امريكيه وقعد في امريكا فتره كبيره جدا كنت هحكي لكم على الموضوع ده. فدخل فاللي هو كل كلامه بقى انت عارف الامريكان لانجوج اللي هو او اللي هو كده اللي كان مش فاكر الدكتوره مين قال له جرايرا هو عم تشكي بقى بيتكلم بالانجليزي الطبيعي بتاعنا عم الانجليزي بتاعه وتشكي معاه فرنسا قصته مين بس قصته قصته كتير يعني. فالمهم داير هو في عندنا تركيه وفي عندنا بختان فوكال فرنس. نبدا بالتركيه تركيه سنترال هي تقريبا سنترال هنعرف ان هي تقريبا سنترال حاجه من اثنين بقى يا شفت التو زي ايه تتزق للاوبوزيت سايد يا اما اللي هي تتشد للسيم سايد. اغبى سؤال في الدنيا اقسم بالله العظيم وانا بحلف بالله ما يسألوا لو واحد اي كيو شمبانزي فعلا واحد تلفف لساعات في الحياه اللي هو غبي قوي يقوم سالك يقول لك ايه يقول لك طب ايه يا ترى يا هل ترى الحاجات اللي بتزق التركيه للاوبوزيت سايد وايه الحاجات اللي بتشد التركيه للسيم سايد. حد عايز يسال السؤال ده ما يا جماعه نفس الحاجات اللي كانت بتزق الشيست لبره هي هي اللي هتزق التركيه لايه للاوبوزيت سايد. يعني لو انا عندي او لو حد فيكم عنده بلورا ريفيوج هتزق الشيست لبره واللاترال بلش وهتزق الميدياستاينم او هتزق التركيه للايه للاوبوزيت سايد. والفايبروزس والكولابس ما هو بيشد بيشد الشيب اوف شيست وفي نفس الوقت بيشد التشيست وبيشد ايه كمان يا جماعه التركيه. يبقى لو لقيت واحد عنده برونكوجينيك كارسينوما في الجهه اليمنى حلو الكلام برونكوجينيك كارسينوما فين في الجهه اليمنى والتركيه شيفت تو ذا رايت يبقى معنى كده ان هو عنده ايه يا جماعه فايبروز. طب شيفت تو ذا ليفت يبقى معنى كده ان هي كومبليكيتد باي ايه يا جماعه حاجه في البلورا ريفيوجن مثلا واضح ولا مش واضح. فاول حاجه التركيه والكلام سهل قوي اسهل برانشات العمر هقول لكم والله يا جماعه واحنا بنخلص الشيست باخر حصه المفروض يبقى في دموع في عينيكم كده هو خلاص يا دكتور ما عادش في شيست قالوا خلاص يا ولاد هنخش في البرانش الجاي. فالمهم ده كده التركيه. طب التكتايل فوكال فريمتس بقى يعني ايه تكتايل فوكال فريمتس قولوا بقى تكتايل يعني ايه ملموس او محسوس خلوها محسوس اكثر رومانسيه تكتايل محسوس فوكال صوت فريمتس اللي هي رعشه او اهتزازه الصوت المحسوس الملموس. انت عارف يا جماعه الصوت بيتحس ولا بيتسمع بيتسمع بس برضه بيتحس. وانا قلت لكم قبل كده لو حطيت ايديكوا على سماعه الكاسيت مثلا بس طبعا وانت مشغل الكاسيت عشان حاجه وانت مشغل الكاسيت هتحط ايدك كده هتحس بيه يا جماعه هتحس بالصوت صح ولا لا مش بيحصل الكلام ده. فهو ده اللي بيحصل انت بتحط ايدك حلو الكلام بتحط فين بقى ايدك في اي مكان هنبقى نشوف الكلام ده بعد كده لكن بتحط ايدك هنا او هنا المهم او ورا عند المهم في الرئه ادي كده ايه اللي انا رسمه ده يا جماعه تركيه. عندنا في كام رئه انا تجاوزت الحته دي في المقدمه عشان رئه يمين ورئه شمال حلو الكلام. فانت بتخليه ياخد نفس سيادتك مستني الصوت بياخد نفس اهو يقوم يمشي 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 سيادتك تحس الصوت هنا كده فاقول لك طب طيب فوكال فريمتس انا اعتقد تخلي العيان طبعا يتكلم وتشوف الصوت بقى بيوصل ولا ما بيوصلش يتكلم يقول ايه 4 4 طب ولو اجنبي يعني ما تبقاش برده اي كيو مهرج هندي ما تروحش انجلترا لندن قاعد في لندن وتقول له قول 4 4 فاللي هي يا جماعه ايوه لو 9 9 ولو اخرس ايه ايه يعني لو اخرس هيبقى ايه ايه. المهم انا عايز اي مصدر صوت ايه يا جماعه اي صوت ساعتها السؤال ده انا ساعتها ما نزلت شفه طب لو اخرس يا حبيبي تسمعوا ايه بالاشارات بقى دكتور عايز اقول ايه يا جماعه ساعات بشاور بتنزل
فيقول لك طبعا 4 4 حلو الكلام. فالمهم تخليه يقول 4 4 وتحط ايدك. اعتقد اي مصيبه هتحصل في الرئه هتعوق مرور الصوت. يبقى وانا مغمض تي في اف. بص حصه النهارده بعرف مش عارف مهم وبراءه الاطفال في عيني. اي مرض تي في اف سحب اللي تحت، لان اي مرض في الدنيا هيعوق مرور الصوت. تعرف قبل ما نقول طبعا في استثناءات ان تي في اف احيانا يزيد. احيانا يزيد امتى بقى؟ بص الاول نعرف القاعده، هو بيقل في كل الامراض لان اي مرض هيعوق مرور ايه يا جماعه؟ الصوت. الا اذا هم الثلاث امراض، ومن لطف الاقدار بينا، ومعلش يا جماعه اللحظات دي هتبقى صعبه عند بعض منكم، ومن لطف الاقدار بينا ان الثلاث امراض بحرف السي. سي 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 كمان. شفتوا بقى يا جماعه؟ فالمهم كل تي في اف بيقل ما عدا 3 سي بس كده. على فكره لو اللي عندهم برده ممكن تبقى صعبه عن بعض هنخليها لهم 3 بي. هي فاللي عايز السي سي هات هيبقى 3 سي، واخواننا التانيين هيبقى 3 ايه يا جماعه؟ 3 بي معايا. انا هقولها الاول طبعا 3 سي الاول، واقول لك بقى هم 3 سي اللي بيعلوا التي في اف. ايه هم ال 3 سي؟ طب ما قبل ما اقول ال 3 سي اديك سمك ولا اديك سناره؟ طب ما انا اديك سناره تخليك تصطاد ال 3 سي معايا. طبعا بالنسبه لكم ده انتوا مش هديكوا سمك، ده انا هسوي لكم السمك كمان مش هشوفه. المهم اديك سناره ولا اديك سمك؟ انا اديك سناره. هو انت مين اللي بيوصل الصوت احسن؟ انا بقول ان التي في اف هيزيد لو المصيبه اللي عندك بتوصل الصوت احسن. طب هو مين اللي بيوصل الصوت احسن؟ الهواء ولا الماده الصلبه؟ هواء ولا الماده الصلبه؟ قبل ما تجاوب على فكره لما انت تعمل كده سامعين صوتك؟ طب لو حد قام جايب ودنه قام حاططها على السبوره كده هيسمع هيسمع احسن. وانت النهارده بتذاكر خبط على المكتب واسمع، اقعد اسمع كده، وبعدين قام حاطط ودنك كده على المكتب وخبط تاني واسمع، هتلاقي صوت ان الصوت يمر احسن. في ايه بقى يا جماعه؟ في الماده الصلبه. كلما كانت الماده اكثر صلابه كلما خلت صوتي بقى اكثر. معايا ولا مش معايا؟ بس كده. فكل ما الماده، وعشان كده اسالكم سؤال تاني، عشان كده طب مين اللي يوصل الصوت احسن، الميه ولا الهواء؟ الميه لانها اكثر صلابه من ايه؟ من الهواء. حتى يا جماعه دايما يقول لك الحيتان ليها ودان، هو عشان كده يا جماعه الحوت بيسمع دبكه النمل. على فكره الحيتان ليها ودان لان الميه بتوصل احسن، والحيطان ليها ودان لان برضو الحيطه يا جماعه صلبه اكتر. يعني جيبها كده تجيلها كده مش هنختلف كتير. فعشان كده يقول لك ايه بقى؟ كلما كانت الماده اكثر صلابه كلما زودت التي في اف اكتر. وعشان كده تقدر تقول الثلاث امراض اللي بحرف السي. المرض الاول بحرف السي كونسوليديشن. يعني ايه كونسوليديشن؟ اللي هو اشهر مرض. يعني كونسوليديشن يعني ايه؟ يعني الالفيولاي بدل ما هيبقى عارفين الالفيولاي، انا ما قلتش المقدمه دي برضو يعني عشان الالفيولاي اللي عن طريقها بيتم تبادل الايه؟ الغازات. يقول لك الالفيولاي تبقى مليانه ايه بقى يا جماعه؟ بدل ما هي مليانه هواء تبقى مليانه ميه. تقول لي هو في مرض بيعمل كده؟ اقول لك في امراض كتير اشهرهم النيمونيا. يلا بقى عشان اخواننا البقعه ده بدل مش عايزين سي، او ممكن انت عاوز بقى سي اللي هو ايه رابع رابع طول ما انت قاعد، ولكن هو البي الاولى اللي هي ايه يا جماعه؟ نيمونيا. لو انت مش عايز السي واضح ولا مش عارف؟ قلت الميه بتوصل احسن. طيب عشان كده يعني هتوصل؟ اه. فاللي عنده كونسوليديشن فاللي عنده كونسوليديشن اللي عنده كونسوليديشن هيبقى ايه بقى؟ ما هي اللي هي نيمونيا. النيمونيا اشهر مرض بيعمل كونسوليديشن. بس انا بقولها كونسوليديشن ليه؟ عشان الفكره هي كونسوليديشن ادق. على فكره اي حاجه هتخلي الالفيولاي اوت اوف فانكشن لانها مليانه ميه هتوصل لصوت احسن. انت واخد بالك؟ وبرده بينه وبينك عشان بحرف السي فخليها كونسوليديشن. معايا اللي اهمهم ايه؟ النيمونيا عشان برده ايه؟ اخواننا التانيين. فالمهم ده كده اللي هو كونسوليديشن. السي اللي بعد كده هقولها وانتوا تقولوا ليه؟ كولابس. طبعا كولابس لانك شلت الهواء وما حطيتش حاجه فالالفيولاي بقت ماده ايه؟ صلبه. بس بقى ما تبقاش مهرجه هندي. يعني خد بالك برضو ما تسهبلش اللي هو انا بقول كولابس بس هذا كولابس يمتاز بانه ايه؟ خد بالك لابد ان يكون هذا كولابس ايه بقى؟ بارشيالا. ليه بارشيالا؟ لان ادي البرونكاس اهو وادي الالفيولاي اهي. لو انت عملت كومبليت كولابس، كومبليت كولابس اصلا طول ما اقول 4 4 الصوت مش هيوصل اصلا. يا عشان كده في الكومبليت كولابس يقول لك ايه؟ لا التي في اف بيقل. انما في البارشيال كولابس طبعا دي خبر حلو لاخواننا ايه؟ بتوع 3 بي، لان البي الاولى هتبقى نيمونيا، البي الثانيه مش بقى كولابس انما هي يا جماعه بارشيال كولابس عشان تبقى بحرف البي. انا بحب برضه ارضي جميع الاطراف اهو معايا. فالمهم هيلاقوها مننا ولا من سي هيلاقوها منين بس؟ فالمهم عشان كده يقول لك رقم 1 ولا من قطر اللي اتصلحت امبارح دي جماعه. فالمهم البي البي الاولى هي ايه؟ نيمونيا. البي الثانيه بارشيال كولابس او اللي هو كولابس. السي الثالثه بقى، السي الثالثه اللي هي ليه ما بتقولوش السي الثالثه؟ كافيتي وفيها ميه، وهو الابسس ايه غير كافيتي وفيها ميه؟ يبقى السي الثالثه ايه؟ كافيتي. كافيتي ما الكافيتي عامله زي النيمونيا على فكره. الساينز بتاعتها هي هي اللوكال ساينز بتاعت النيمونيا، بس بشرط ان يكون هذا الابسس ايه؟ سوبرفيشال.
لانه لو كان دي مش طبعا مش هتسمع حاجه، ده مزنوق جوه مش هيأثر في الاوسكلتيشن او حتى في الاحساس يعني. فعشان كده يقول لك الابسس يمتاز بانه ايه، بانه لابد ان يكون السوبرفيشال ابسس. طبعا الابسس عشان تبقى بالسي خليها كافيتي، ما هي الابسس هو كافيتي يعني، وعشان تبقى بالبي هنخليها يا جماعه فالمونري ابسس. يبقى اذا يلا بقى السيسيين هيقولوا الثلاثه سي اللي هم ايه، واحد كونسوليديشن كافيتي كولابس. كافيتي ليه؟ لان الكافيتي برضو كافيتي وفيها ميه، انت واخد بالك اللي هو الابسس، ما هو الخراج بيبقى فيه بس ايه. لا فايبروزس دي حاجات تانية يعني، اما نيجي بقى بعد كده الفايبروزس لا مش هتعلى ولا تعمل حاجه. فعشان كده هم الثلاثه لازم يبقى فيه ايه، يبقى فيه ميه او يبقى فيه في مرور الهواء نفسه مش حواليه، انت واخد بالك. ففي مرور الهواء نفسه لو وصل في حته ميه، الصوت نفسه بيعدي على حته ميه، هيبقى ايه يا جماعه؟ الصوت ال تي في اف هيعلى. يبقى تي في اف بيقل في كل الامراض ما عدا ثلاثة امراض. ومن نطفه الاقدار بينا ثلاثة حرف السي، ايه هما ثلاثة سي بقى؟ كونسوليديشن كافيتي كولابس. طب ولو انت من البيبيهات نيمونيا، يبقى البي الاولى اللي هي نيمونيا، وبعد كده الطرش يا جماعه كولابس، والبي الثالثه اللي هي ايه بالظبط كده بالمونري ابس. طبعا البيبيهات دي هتخلوني ينقصوا في الامتحان ونخلص بقى. هينقصوا ليه؟ لان ممكن يجي مرض يقول لهم مثلا بلورال افيوجن، فهم حافظين طبعا بها، هيقوم قايل لك ايوه صح تي في اف بيزيد. لا مش كل حاجه بحرف البي يا جماعه، هم الثلاثه بي اللي انا قلتهم بس، اللي هم ايه تاني؟ نيمونيا بارشال كولابس بالمونري ابس. معايا؟ طيب ندخل بعد كده نتكلم عن البركشن. البركشن طبعا هيبقى سهل على فكره، في تي ثالثه في البربيشن بس اي كلام، اللي هي تنضج لو واحد عنده بلوريزي هتيجي تخبط قبل البربيشن تلاقي موجوده. ندخل بقى بعد كده في البركشن. البركشن يا جماعه هنخبط، لما تيجي تخبط هو احنا الاول في اللنج البركشن عامل ازاي؟ اللنج لاي البركشن ما عدا الباك، يعني الباك طبعا فيه عضلات فلازم تخبط جامد عشان توصل. هارت هيفي، هارت هيفي ما عدا المنطقه العريانه. طيب ليفر تقول له يا لئيم، ايوه كده بقى اللي هو تقول له يا لئيم، لان الليفر تقول له ايه بقى؟ هاير بوردر اللي هو هيفي، لور بوردر لايت. البطن البطن لايت بركشن. فلازم تبقى عارف البركشنات كلها تبقى ايه يا جماعه؟ تبقى عارف. المهم احنا النهارده بتوع اللنج، اللنج لايت بركشن ما عدا البيت. طيب في البركشن انا مش جاي النهارده اقول لك لما تخبط هتلاقي ايه. هو الانسان الطبيعي لما انت تعمل لايت بركشن على اللنج بتلاقيها ايه؟ طبعا طبعا لازم انت طبعا لان في هواء، فبتلاقي وانت حتى بجربها بينك وبين نفسك وانت نايم النهارده خبط كده هتلاقي فيه يا جماعه صوت بيرن كده. ولكن امتى يرن قوي؟ هايبر ريزونانس سؤال يعني، لو في هواء كتير، هواء كتير زي مثلا انفيزيما، واحد عنده انفيزيما ده مرض هناخده انفيزيما كده يا بنتي استيكا هتكبروا انت بقى الحاجات دي، انتوا لسه اطفال جبتوا الاختراع ده استيكا انا مش من زمان يعني اللي هو. فالمهم على فكره في قلم رصاص بقى معاك. فالمهم رقم واحد اللي هو رقم واحد يا جماعه امتى يبقى في هايبر ريزونانت؟ قلنا ايه؟ لو في هواء كتير زي في الانفيزيما مثلا. طب امتى يبقى بيرن قوي بقى هايبر ريزونانت اللي هم بيسموها اصلا؟ يقول لك وكانك بتخبط على ايه؟ على طبله لدرجه تنبني، اللي هو بتبقى لدرجه ما بيبقاش عين عليه يسيب العيان من الرن اللي هو فيه ده، تخبط كده تلاقيه يرن فعلا. نيوموثوركس لو في هواء كتير في البلوره من بره بقى، انت عارف في حاله اسمها تنشن نيوموثوركس، هناخدها الحصه الجايه. تنشن نيوموثوركس اللي هو هواء كتير جدا العيان بيبقى بيموت، بس على ايقاع الايه يا جماعه؟ ايقاع التمبانيك ريزونانس اللي عنده، الطبله اللي عنده دي. تلاقي الاي سي يو قاعد بتخبط واللي قاعدين بيرقصوا حواليه. انت مالك يا وحتى والله قاعد ونبع من دوق خليني ايه؟ خليني اخبط شويه، لان الفرسون بيبقى ممتع قوي يعني. فاقول لك ايه يا جماعه؟ يقول لك ده كده اللي هو هايبر ريزونانس او تمبانيك ريزونانس. طب امتى يبقى ضلنس؟ لو شلت الهواء وما حطيتش حاجه. صح؟ شلت الهواء اللي هو كولابس، او شلت الهواء وحطيت ميه. اللي هو بقى كونسوليديشن او كافيتي او صح؟ او فايبروس او اي حاجه يعني. انت كل الامراض تقريبا اللي عندنا في التشيست باستثناء الانفيزيما وباستثناء كمان النيوموثوركس اعتقد كلهم هتبقى ضلنس. طب امتى يبقى ستوني ضلنس؟ اللي هو مكتوم قوي. انت مالك ممدوح مكتوم كده ليه؟ لو تخبط عليه مكتوم كتمه كانك بتخبط على طوبه، يوم يسموها ستوني ضلنس. لو كان في بقى ايه يا جماعه؟ ميه في البلوره بس ميه كتير قوي، اللي هو يقول لك ماسيف بلوره ريفيوجن. يبقى اذا البركشن اظن مفيش بقى مرض هشرحه وتلاقي واحد يجي يا جماعه يقول لي دكتور انت ما شرحتش البركشن. البركشن ايه؟ ما خلاص تقدر تقولها بقى. بركشن في اي مرض بيبقى ايه يا جماعه؟ قلنا هايبر ريزونانس في الانفيزيما، هايبر او تمبانيك في النيوموثوركس، ضلنس تقريبا في معظم الامراض، استوني ضلنس لو في بلورال ريفيوجن. الكلام سهل قوي.
وبكده يا اولاد نبقى وصلنا لفين؟ قبل ما نقول الاوسكالتيشن، لان اكيد طبعا عندكم ذكريات مريره مع النفس في الكارديولوجي. الاوسكالتيشن كل ما بتيجي سيره الكارديولوجي بتحس ان قلبك ايه يا جماعه؟ مقبوض كده. بس انا اطمنك التشيست غير الكارديو على فكره. بس قبل ما نوصل للاوسكالتيشن احنا بنقول ايه النهارده؟ سيمبتومز خمسة كلمات اللي هم لا هو خمسة بس اسيمتوماتيك جنرال. ولو كان المرض صبرت في لانج ديز ممكن صبرت في سندروم هيموفيك. هو صبرت في سندروم هو اسبيوتم يمتاز. خمس كلمات لابد ان يكون قول بقى اكسسيفا في تدن دريلان تدن كده وبعد كده بارجزمالا وبعد كده بوزيشنالا بوزيشنال يعني. طب وبعد كده ساينز يلا بقى ثلاث كلمات في الجنرال ساينز في بارتكيميا تاكيكارديا وبسرعه جايزه اسرع اداء بقى. لو كان المرض ليموني هنزود ثلاث ولو كان المرض برونكيتس هنزود ثلاث او رابع ولو كان المرض سي او بي دي هنزود كل الجسم بيورم من فوق لتحت العاده حاجه واحده امسك ويوصل اللعبه في ايدك. والله لو ما مسكتها في التشيس ده هتبقى تايه في الحياه يا جماعه. والله شوف زمايلك اللي في سنه ثالثه قديم سألوا كده لو مش بيذاكر بنفس الطريقه دي كتبت ايه في الشيست؟ هقول لك افتكرت كافو ديزني وبين. هو الفها ما انا مش مذاكر انا هكتبهم انما كتبت ايه حاجه ثانيه؟ لا لا هم كافو ديزني وبين. وقعدت بقى اقول له بيكح كتير وبيجيب بلغم اللي هو الكلام بقى يعني في الشتاء وبيكح في الشتاء اكتر برضه. ونقعدنا بقى ايه انما هو لازم تبقى ايه يا جماعه؟ طب اللوكال ساينس انسبكشن فيها مشكله؟ لا. طب البالبيشن تركيه وايه كمان؟ تي في اف. والتي في اف بتقل في كل الامراض ما عدا لو كانوا 3 سي او 3 ايه؟ هم دول هم دول على فكره عشان ما حدش يحفظ الحاجات. 3 سي هم هم انا بس عشان الناس اللي هم ايه يا جماعه؟ اه بالظبط هي هي. بس خد بالك بقى ساعات في الامتحان الشفوي تخط الكلام ده في العملي تدخل لابو لهب يقول لك اخبار التي في اف ايه يا ابني؟ فسواء تقول له قليل او عالي يقول لك عرفت منين؟ مش دي بتحصل يا جماعه؟ يقول لك مثلا تي في اف ايه؟ تقول له قليل يقول لك عرفت منين؟ هنا في اجابتين او من زي ما عملنا في الكارديولوجي في اجابه مستفزه والاجابه دي نصيحه بلاش تقولها الا لو كنت اتسالت مثلا 20 سؤال قبليها وبتجاوب ال 20 سؤال فتقدر بقلب جامد تقول له الاجابه اللي انا هقولها دي. لما في اجابه ثانيه صح الاجابه المستفزه ايه؟ تقول له والله دكتور دي من خبره بقى دي اسرار او تقول له اسرار المهنه او تقول له دي من خبره سنين خبره سنين انا عارف ان دي فيها يا جماعه. بتقول طبعا الاجابه مستفزه لانه كمان هيرد عليك يقول لك ايه وانا كمان خبرتي الطويله في الحياه بدي امثلك ايه الصفر المتين. انما في اجابه ثانيه بيقول لك عرفت منين؟ ترد عليه تقول له ايه؟ هو بيسال السؤال ده ليه؟ عشان تقول له دكتور عرفت. تقول له وليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا رئتين ليه؟ عشان تقارن. برافو عليك يا اسلام تقارن. لان انت لو كانت رئه واحده فعلا كان هيبقى صعب جدا ان انت ايه يا جماعه هيبقى شيء شبه مستحيل ان انت انما انت عشان كده تي في اف ينفع تعمل على رئه واحده تقول يا 4 4 اه قليل يا دكتور وانت ممكن تبقى عارف الحاله هقول لك وحياته قليل. فهو لازم هنا ولازم برضو ايه يا جماعه لازم هنا وهنا. انا اتسالت بترامب لا والله قلت له بخبره ولا قلت له ايه؟ قلت له انا حسيت من اعلى عرفت ازاي. ايوه بالمقارنه بالظبط بالمقارنه ما بين ايه يا جماعه؟ الاثنين. خد بالك المقارنه ما بين الاثنين على عيال مش عليه هو بس تروح تحطش ايدك كده اللي هو اقول 4 4 4 4 لا مش كده انا بتقارن بمين يا جماعه؟ على العيال نفسه. فبقيت شكلكم في العملي واعيين في العملي. فالمهم ده كده اللي هو تبقى ندخل بقى على الاوسكالتيشن. اسهل برانش من حيث الاوسكالتيشن هو مين؟ شيست طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ لان خدوا بالكم خدوا بالكم احنا بنعلق على حاجتين بس هو مرض وحيد اللي بنعلق على ثلاث حاجات. بنعلق اول حاجه على اللي هو حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ النورمال بريزنت. وتاني حاجه اديشنال صار بتاع الشيست مثلا مخهم صغير قوي دكتور الشيست ده بتلاقي اصلا مخه صغير قوي يقول لك لا ما تقولش اديشنال قول لي ادفنتيشال ساوند ماشي. واول بتاع الشيست دايما يقول ادفنتيشال ساوند ما هي هي معلش اديشنال بقى فاقول له نورمال بريس ساوند واقول له ايه اديشنال ساوند. النورمال وانا بقول النورمال طبعا انت برضه بيتبادر في الاذهان ايه يا جماعه؟ على طول اول ما بقول نورمال بريس ساوند انت على طول مخك بيروح لفين؟ ايوه الذكريات الاليمه مع النفس واس 1 واس 2 امتى يعلى وامتى مش عارف ايه وسبليتنج وامتى مش عارف والكلام ده. مين المرض اللي خلاني كان بعمل فيكسد سبليتنج؟ اي اس دي. طب والله كويس انا لسه حريت. المهم خلينا احنا في الكار في الشيف في اه في في التشيست على حاجه ثانيه. ايوه لو في اه رايت باندل برانش ممكن لو رايت باندل برانش او الحاجات دي ممكن او هارت فيلر. بس هو عموما بس المرض المهم هو ايه يا جماعه؟ اي اس. لكن خلونا النهارده في التشيست. بصوا بقى يا جماعه بريس ساوند الطبيعي عامل ازاي؟ حد يرسمه وهو قاعد كده صوت بيبقى عامل ازاي بالظبط كده كده ده انسبيريشن ده اهو وده اكسبيريشن
معايا مين ملاحظ حاجه؟ مين ده سنتين؟ ما في واحد يبص الرسمه دي يلاحظ حاجه بس ده عشان اسرع واسرع. مفيش جاب. لا اسرع واسرع دي ما فيش اسرع مفيش جاب. ايوه الانسبيريشن قد الاكسبيريشن ثلاث مرات تقريبا ونو جاب. يعني الصوت بيبقى عامل زي ما تحط سماعتك مفيش جاب. تلاقي اللي هو ايه يا جماعه تسمع الصوت كده بالظبط اللي هو انسبيريشن جامد وبعدين اكسبيريشن ايه يا جماعه؟ اللي هو ليه الاكسبيريشن بيبقى تلت الانسبيريشن؟ لان هو مين الاكتر الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ مين الاطول؟ مين الاكتر؟ طبعا اللي يقول الانسبيريشن اكتر ده مهرجه هندي ده مالوش دعوه بيه. يعني يقول الانسبيريشن اكتر من الاكسبيريشن ازاي يا ابني؟ هتبقى على اخر سنه ايه باراشوت؟ لا يعني قاعد بيجيب هواء اكتر من اللي انت بتخرجه باراشوت اه يعني على سنه بتطير بقى ولا طبعا بيقول بقى الاكسبيريشن اكتر ده اي كيو ده مش مهرجه هندي ده اي كيو طحالب يعني لان هتجيب ازاي بقى الاكسبيريشن اكتر من هتجيب منين؟ يعني هو برده طبعا يا جماعه الاثنين طبعا قد بعض. طب انا ليه بسمع الانسبيريشن اكتر من الاكسبيريشن ليه ثلاث مرات؟ عشان ثلاث مرات هنا في نفسي ليه؟ اولا لان الانسبيريشن عمليه اكتف اما ده باسف انما الاكسبيريشن حاجه باسف كده. تقول لي مش فاهم اقول لك يعني انا مثلا لو خد او لو حد فيكم يعني خد نفس ومات روح شوفوا الاكسبيريشن هيطلع. لكي تطلع الاكسبيريشن انت لست بحاجه انك تكون حيا. شوف عارف انت اللي هو لا يستطيع احد ان يخرج من هذه الدنيا حيا هو كده. هو انت برضو ايه يا جماعه عشان تطلع الاكسبيريشن لو واحد فيكم خد نفس ومات هيطلع الاكسبيريشن. طب لو مات بعد الاكسبيريشن هل يقدر ياخد نفس؟ لا مش شغاله بقى خلاص يا ابني ممكن تطلع ازاي؟ فعشان كده يقول لك ايه بقى؟ دي عمليه بس اكسبيريشن عمليه بس مش ده التفسير المقنع. تعرف تفسير المقنع ليه انا هو الاكسبيريشن على فكره قد الانسبيريشن. طب انا ليه ما بسمعش غير التلت بس؟ قوله لان الاكسبيريشن اصلا بيبقى تقريبا 3 ثواني. 80% من الهواء اللي سيادتك بتخرجه انت بتخرجه في اول ثانيه. يعني في اول ثانيه دي خرج فيها 80%. طب الثانيتين اللي باقيين دول خرج فيهم قد ايه؟ 20%. يعني في كل ثانيه 10% بس. طبعا انت ودنك لا يمكن تبقى موسيقيه لدرجه انك تسمع ايه؟ تسمع 10% بس وهو بيخرج في ثانيه. انما انت بتسمع ايه يا جماعه؟ 80% اللي خرجوا في اول ثانيه. عشان كده انت عارف لو جبت اجهزه وحطيتها هتيجوا الاثنين قد بعض طبعا. انما يقول لك الاكسبيريشن انا ما بسمعش ايه يا جماعه؟ ما بسمعش الثانيتين اللي في الاخر نظرا لقله الهواء اللي بيعدي. ده 20% بس متوزعين 10% و10%. وعشان كده هو ده النورمال. النورمال ده بيسموه ايه بقى؟ فيزيكلر بريسم. ليه فيزيكلر ليه؟ لان هو انا فيزيكل اللي هي يا جماعه؟ الالفيولار. فيقول لك هو انت سؤال يا جماعه انا برضه هو انت لما بتسمع البريساوند بتحط سماعه على بوق العيان ولا مناخيره ولا على الحنجره تيجي هنا كده تقول حاطط هنا بتحطها فين؟ بتحطها تحت على الالفيولاي الصوت يوصل وتسمع صوت هنا معايا؟ الالفيولاي اسمها فيزيكال. فعشان كده اقول لك ايه؟ فيزيكلر بريساوند. اذا ما هو الفيزيكلر بريساوند ايه؟ بالنورمال بيبقى فيه ولا لا؟ مو جاب مفيش جاب هنا انما الجاب هتبان في نقط كده هقوله كمان شويه لكن هنا مفيش جاب معايا. فالانسبيريشن قد الاكسبيريشن ثلاث مرات يبقى ده النورمال. اقول لكم على خبر هيخليكم كلكم والله العظيم تقولوا ايه الشسره. انت عارف ان احنا كل امراض الشس اللي اتعدى علينا الابنورماليتي احتمالين بس. عارف يعني كل بقى الابنورمال يعني كل الامراض خلاص النورمال عرفناه. انت عندك بس هو ايه يا جماعه؟ احتمالين بس اللي هو بنظريه الاحتمالات فرصه ان انا اجيبها في الامتحان كام في الميه؟ 50%. يعني اللي هو لو انت بقى الدنيا سودت في وشك وضلمت ومش عارف اللي هو بقى معاك ورده طب الاحتمال الاول ولا الثاني؟ الاول الثاني الاول هتطلع صح بنسبه كام في الميه؟ 50%. ايه هما الاحتمالين؟ الاحتمال الاول انك تيجي تسمع تقوم تلاقي الاكسبيريشن اطول قد الانسبيريشن طول شويه فيقوموا يسموه فيزيكلر ويز برونونج اكسبيريشن. تلاقي الاكسبيريشن قد الانسبيريشن يا جماعه طول شويه. يعني ايه طول شويه؟ كلام قد بعض. وانا مش محتاج اقول ايه اللي يعمل فيزيكلر ويز برونونج اكسبيريشن لان بكلمه واحده بس هتقول لي امتى؟ في كلمة واحدة لما يتحول الاكسبيريشن إلى عملية أكتف. لما الاكسبيريشن يبقى فيه حاجة بتعوق يعني لما يحصل إيه يا جماعة في كلمة واحدة بس برونكيال ناروينج البرونكاي بتاعتك لما تضيق إيه اللي يحصل؟ هيحصل إن أنت هتيجي تطلع الهواء. هل بقى المرة دي 80% هيعرفوا يطلعوا في أول ثانية؟ لا مش هيعرفوا يطلعوا فيقوموا يتوزعوا على مدار إيه يا جماعة؟ 3 ثواني فتقوم تسمعوا. بدل ما 80% عدوا في أول ثانية لا أنت هتعدي قد إيه يا جماعة؟ اقل من 80% يعني كام؟ يقول لك مثلا 50% هنا وبعدين 50% متوزعين. عشان كده بتبدا تسمعهم بقى فيقول لك فيزيكلر ويز برونجد اكسبيريشن تحصل في حاله واحده بس الا وهي برونكيال ناروينج. يعني ايه برونكيال؟ عشان كده يا جماعه اللي عنده دايما لو تعرف حد عنده حتى سي او بي دي او برونكيال اسم ف
اتفرج في الاتاك لو واحد عنده برونكال ازمه اصعب لحظات حياته هي ايه؟ الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ وعنده برونكال نارونج دايما يتفضح في الاكسبيريشن، وهنعرف ليه الحصه الجايه معايا. فدايما البرونكايت الاهدى يتقوش، فيجي يخرج النفس لاجي يحزق جامد قوي عشان يخرج النفس، لان برونكاي عنده ضيقه، فتلاقي الهواء بيطلع. ايه يا جماعه الاكسبيريشن بيطول قوي، فاقول لك برولونجد ويز ايه يا جماعه، او يقول لك ذكرى الروز برولونجد اكسبيريشن بتحصل في كلمه واحده بس الا وهي برونكال. ايه يا جماعه برونكال نارونج؟ يعني ايه بقى برونكال نارونج؟ سي او بي دي فورين بودي برونكال ازمه، اي حاجه ضيقت المسائل، اي حاجه يعني اي حاجه. واضح ليه بياخد اسبيريشن بسهوله؟ اه ليه بقى؟ ما هي دي اللي انا كنت عايز اقولها المره الجايه، بس اقولها لكم دلوقتي. لانه هو اصلا البرونكاي في الانسان الطبيعي بتبقى اوسع في الانسبيريشن ولا في الاكسبيريشن؟ في الانسان الطبيعي. جربوا على نفسكم حتى يا جماعه، خد نفس كده، خد نفس، حسيت البرونكاي ايه؟ ايوه لا فعلا، لان انت لما تاخد نفس يا جماعه اللنج بتنفش او بتسموها ايه؟ توسع. فالبرونكاي تلاقي ايه يا جماعه؟ كده. طب خرج نفس تلاقي البرونكاي بيجي. اذا ده الانسان الطبيعي، البرونكاي بتاعتنا بتوسع. طبعا انا ببالغ في الحركه دي، انما هي بتوسع وتيجي في الاكسبيريشن ايه؟ في الديب. فلو واحد عنده البرونكاي ضيقه يتفضح اكتر فين بقى؟ في الاكسبيريشن، لانها اوريدي دي اكتر. هو ناقص يعني، هو انت عندك البرونكاي ده. عشان كده يا جماعه اللي عندهم برونكال ازمه روح اسالهم كده، هو عنده الاتاك مش قادر وبموت والحقوني، يقول له طب استنى بس قبل ما الحقك، انت مشكلتك في الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ الانسبيريشن عندك مشكله، يقول لك لا عادي تلاقيه فاكر، اقول لك لا عادي الاكسبيريشن عامل زي الفل. طب والاكسبيريشن يقول لك مش قادر وبموت وبتاع. فهو دايما طبعا لو العمليه زادت هيبقى الاثنين، خدوا بالكم يا جماعه كده. انما انا بتكلم على بعض بتوع برونكال ازمه، تلاقيه يعمل ايه؟ ياخد نفس عادي، لكن يجي يخرج نفس يقعد يحزق يقاوح جامد جدا. هو نفسه يقول لك ايه يا جماعه؟ اصعب لحظات حياتي، كل لحظه ايه يا جماعه؟ اصعب. انا عايز اقول ايه؟ اصعب لحظات حياتي يقول لك الاكسبيريشن وليس الانسبيريشن. يقول لك في الانسبيريشن ببقى سعيد قوي، انما الاكسبيريشن فعلا بتمر عليك كانها سنين عمليه الاكسبيريشن دي. فعشان كده بقى يقول لك مش لازم بقى نتوه بقى. هو لو كان المرض بيعمل برونكال نارون يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن. بس كده. الاحتمال الثاني والاخير على فكره، هم احتمالين. اي حاجه بتعمل برونكال نارونج فيزيكولار ويز يا جماعه؟ والله العظيم خليه نقص في التشيس ده، يبقى احسن له التشنج ايه يا جماعه؟ كارير. فعلا المرض الكارير بتاعه هو شغل الفلوس زراعه قسم زخرفه اي حاجه قسم خرافه. ليه نقص في الشيس ده بجد؟ والله يا جماعه فعلا ده يبقى طالب غبي. البرانش ده ابني اتعمل عشان يتقفل في الامتحان، وبص لقدام، بص لعيالك لما يجوا مضروبين في المدرسه يقول لك اصحابي كانوا بيعايروني ويقولوا لي ابوك نقص نص درجه في الشيس. تقول له ايه؟ يوميها تقول له ايه بجد؟ تقول له اصل انا كنت حمار زمان. ما هو ما فيش حد بينقص يا جماعه. النورمال بريس ساوند خلاص خلصنا، لسه في احتمال تاني بالمناسبه اللي هو برونكيال بريس ساوند. الاحتمال ده يعني ايه برونكيال بريس ساوند؟ شو هو اسمها فيزيكولار؟ فيزيكولار يعني ايه؟ يعني بحط سماعات فين؟ على الالفيولاي. احيانا اسمع بقى التكه اللي هنا، يقول لك تحط السماعه على الالفيولاي وكانك، ايوه وكانك وكانني حطيتها على البرونكاي. هو المفروض الصوت بيبدا يضعف 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 لحد ما يوصل للالفيولاي. لما يقول لك انا حطيتها هنا وكاني حطيتها هنا. عرفت لما بتحط سماعه هنا بتسمع صوت؟ بتسمعه طبعا، بيبقى اقوى من ايه؟ من ان انت تحطه على الفيولا. لكن احيانا تحط سماعتك هنا تقوم تسمع الصوت وكانك حاطه لسه هنا على البرونكاي. سؤال الاذكياء فقط، بنسميها عشان كده برونكال بريس ساوند. وعلى فكره بتترسم كده لانها برونكاي، فعملها لك في انبوبه كده. اولا الانسبيريشن بقى قد ايه؟ وتحس ان في جاب، يعني في صوت بيبقى عامل ويقف شويه كده، فيقول لك بذكر او يقول لك برونكال بريس ساوند. اولا سؤال الاذكياء فقط، ايه اللي يعمل برونكال بريسالت؟ لما يبقى التوصيل هنا ايه؟ سيء. حلو قوي. حلو قوي لدرجه ان الصوت هنا وصل هنا بنفس المقدار وبنفس الكفاءه. ده معنى كده ان ايه يا جماعه؟ واحد عنده هنا التوصيل. وعشان كده يا جماعه من الطالب، ما اسمع بقى الطالب الغبي اللي بيعمل ايه؟ بتعمل ايه يا ابني النهارده؟ انا بذاكر اسباب اللي بتاع التي في اف اللي هم 3 سي والله بذاكر. بذاكرهم عشان اعرفهم. هو نفس ذات الطالب يجي بالليل بقى بتعمل ايه النهارده؟ انا مذاكر بقى الاسباب اللي بتعمل برونكال بريس ساوند. يا ابني ما هو الاسباب اللي بتعمل برونكال ساوند هي اللي خلت ايه يا جماعه؟ اللي علت التي في اف، لان الفكره واحده، هي اي حاجه بتخلي التوصيل حلو. فلما التوصيل يبقى حلو هتسمع الصوت حلو فالتي في اف تزيد، وتسمع حلو قوي وكانك حاطط السماعه هنا، فيقول لك صوت بيبقى ايه يا جماعه؟ برونكال بريس ساوند. في ساعات حتى انا حتى ساعات شفت مذكرات صفراء كاتب لك الاسباب اللي بتعلي التي في اف، كاتب 3 سي الاسباب اللي بتعمل برونكال بريس ساوند، ممكن يبقى كاتبهم هم مغير الترتيب. امشي لك واحده فيهم فطالب بقى مش واخد باله ان هي يا جماعه هنا هي هنا. ما عرفتكش انا اللي هو ايه يا جماعه؟ يا ابني البرونكال بريس ساوند هي اللي بتزود. وعشان كده بعض الناس في الشفا وتسمع ان واحده
قاعدة في الامتحان مش في الشفة وبقى في النظر ونقصت جابت صفر. جابت صفر ليه؟ لأنها فكرت بس وهي بتتكلم عن نيمونيا مثلا ان تي في اف بيزيد فجت في النورمال بريس ساوند وفكرت وبعد ما فكرت كتبتها صح برونكال بريس ساوند. طب انت مديني صفر ليه وهي بتراجع ورقها؟ تقول لها تفكرت حصل معاك ثانيه كده كنا بنفكرت تقول ايوه فعلا فكرت خلاص عشان كده صفر. فعلا يا دكتور عندك حق وصفر وكمان صفر في الجراحه. يا جماعه بطل غبي يا ابني اللي بيزود اللي بيعمل بيزود تي في اف لازم هيعمل ايه يا جماعه؟ برونكال بريس ساوند دي حاجه يعني مش محتاجه ايه. فعشان كده بقى النورمال بريس ساوند سهل ولا صعب؟ سهل لان هو الطبيعي ايه فيزيكولر. طب هو فيزيكولر برونكال اكسبيريشن امتى؟ في كلمه واحده برونكال ناروينج. طب ايه اللي بيعمل برونكال؟ قلنا اللي بيعمل برونكيال هي كلمه واحده بس اللي هي ايه نفس الحاجات اللي بتزود التي في اف. ليه في جاب بقى معايا؟ ليه في جاب بقى؟ لان لما ناخد اول مرض بيعمل برونكيال بريس ساوند ورا نيمونيا هقول لك في عندنا احنا عندنا في كام رئه؟ اتنين معايا. لو واحد عنده نيمونيا هنا مثلا حلو الكلام وبياخد نفس انت حاطط سماعتك هنا عندك نيمونيا هنا وانت حاطط سماعه هنا واضح. فهو بياخد النفس ينزل كده ينزل كده ينزل كده اول ما بيوصل للميه دي مش هيعدي تاخد بالك مفيش لانها الفيولاي اوت فانكشن مفيش هوا بيوصل هنا انما خد بالك الهوا بيمر عادي بالرئه الثانيه. الفتره دي اللي من اول هنا الهوا هو بيمر من هنا وبيطلع من هنا الفتره دي لو انت حاطط سماعتك هنا هتسمعها لكن لو انت حاطط سماعه هنا مش هتسمع لان الفيولاي اوت فانكشن الفيولاي دي مش شغاله اصلا. فيقول لك بيبقى في اريا صغيره اريا انت مش سامع فيها الصوت فيقوم عشان كده يقول لك في جاب لان في الفيولاي اوت اوف فانكشن. ليه؟ النمونيا بتزود. لا خد بالك بس الفيولاي بتزود توصيل الصوت القوه واخد بالك مش بتزود صوت لان هنا الفيولاي اوت فانكشن الفيولاي اصلا هو هنا ايه يا جماعه مش شغال اصلا مش نفس انا شغال انت واخد بالك بس الهواء بقى بيروح فين بيتوزع على بقيه الرئه يعني بيروح بقيه الحتت السليمه لكن وانت حاطط سماعتك عند الحته اللي فيها المصيبه نفسها مش تسمع. فعشان كده اقول لك نو جاب بس برضه هنفهمها اكتر لما نيجي نشرح النمونيا اول مره. تعالى النهارده يهمني بقى الحاجات اللي بتعمل برونكال نارنج ايه هي البرونكال نارنج بيعمل ايه؟ بيعمل فيزيكولار برونكال اكسبيريشن. طب البرونكال بريس ساوند ايوه اللي هم نفس الحاجات الثلاثه سي اللي هم كانوا بيعملوا ايه يا جماعه؟ طيب في واحد يقول لي ايه بقى؟ طب الاديشنال ساوند اقول لك الاديشنال ساوند طبعا انا بقول اديشنال ساوند ذكريات مريره مع النفس لانك بتفتكر ايه يا جماعه؟ على طول بيتبادر في ذهنك ايه؟ واس 3 واجكشن كليك واوبننج سناب الحاجات بقى ايه يا جماعه؟ واس 4 وحاجات اسرائيليات كلها. انما هنا الكلام سهل قوي. يقول لك احنا عندنا مفيش غير 3 اديشنال ساوند. 3 منهم واحده على فكره خبطه في اي مرض محدش يقدر يقولها غلط. اللي هي برور الرب. برور الرب اللي هو ايه يا جماعه؟ لو حصل بلورزي ومعظم الامراض بتعمل بلورزي فاللي هو والبرور الرب هو البريكارديا رب. معايا نفس الصوت بالظبط اللي هو صوت ايه يا جماعه؟ اللي هو حتى قلت لك لما بتعمل ايه؟ ورا ودنك كده الصوت ده عارف الصوت ده انتوا سامعينه ولا لا؟ هو انا سامعه عشان ورا ودني على طول مش عارف سامعينه ولا لا. الصوت ده ممكن ما تعملوه عندكم يا جماعه انتوا في شقه هتلاقي كده هتلاقي هو صوت كده لو صوت الجلد او المفرش الجلد الحاجات اللي احنا قلناها في الكارديولوجي. لكن هم احتمالين بقى اللي عندنا في التشيست بجد. الاحتمال الاول ان انت يقول لك حاجه اسمها كريبيتيشن. ايه الكريبيتيشن دي؟ يقول لك يعني جايز اخواننا بيقعدوا على القهاوي مشايشين جايز يفهموا الموضوع اكتر مننا بكتير. عارف يا جماعه اللي هو تسمع صوت نفس الصوت اللي انت سيادتك بتسمعه في الشيشه اوبريتس بالظبط. طبعا عارف ان طبعا الطب اكيد ما بتقعدوش على هوا وما تعرفوش الصوت ممكن تبقوا ضعاف شويه مش عارفين صوت ده بس ممكن بالصدفه تبقى في شارع سمعت الصوت. صوت الشيشه اوبريتس بيبقى عامل زي الميكانيزم بتاع الشيشه اوبريتس ايه؟ ميه. برافو عليك. هوا بتشد هوا والهوا ينزل فين؟ بينزل في ميه. صح ولا غلط؟ وعشان كده لما اجي اسالكم بقى طب هو صوت الكريبيتيشن امتى يحصل كريبيتيشن؟ بكل بساطه ما تقول لي في الهواء موجود انما لما تبقى الالفيولاي مليانه ايه؟ الفيولاي مليانه ميه وسيادتك بتتنفس هواء الهواء بينزل في الميه ويقوم يعمل ايه يا جماعه؟ صوت الشيشه بالظبط صوت الكريبيتيشن بالظبط. عشان كده بس انا خلاص بس الحته دي اللي هو اي حاجه تعمل فلويد في الالفيولاي اي حاجه تعمل فلويد في الالفيولاي تعمل ايه يا جماعه؟ تعمل كريبيتيشن. بس عايز اسالك سؤال بقى يقول لك وايه كمان؟ شكرا يا جماعه ايه الاسباب اللي بتعمل كريبتيشن؟ حد يقول اي حاجه بتعمل ميه في الالفيولاي زي ايه؟ نيمونيا ابسس ما هو يبقى في كافيتي فيها ميه بالمونري ايديما اي حاجه بتخلي الالفيولاي بتاعتك فيها ميه وانت مغمض. لكن ساعات في الامتحان بقى يقول لك ايه؟ يقوم باصص لك كده ويقول لك وايه كمان؟ وهنا بقى يا جماعه لما بيجي يقول لك كوزز اوف كريبتيشن لو انت كتبت 50 سبب بس كلهم بيشتركوا انهم بيعملوا ميه تاخد نص درجه صح ولا غلط؟ يعني لو قال لك مثلا كوز اوف كريبتيشن وانت قاعد في الامتحان بتعمل ايه؟ نيمونيا لانج ابسس بالمونري اديما
واحد شرق فالميه دخلت في الاردس. كل دي حاجات بتعمل ايه يا جماعه؟ بتعمل ميه في الالفيولاي. تاخد كام درجه؟ نص درجه. لان اللي بيعمل كريديتيشن سببين والله العظيم، سببين وما لهمش تاني. سببين ننجز بس اللي هو بقى سببين. ايه هما السببين؟ سبب الاول، وعلى فكره من لطف الاقدار بينا بالمناسبه سببين بحرف الاف. السبب الاول فلويد بكل اسبابه. عايز بقى تحت السبب ده اكتب لي 50 سبب، ماشي انت حر. اي حاجه، نيمونيا، اردس، بالمونري ايديما، برونكيتس، اي حاجه معايا، اي حاجه بتعمل فلويد. لكن في كمان حاجه تانية اللي هي ايه وبرده بحرف الاف، بتعمل كريبيتيشن من غير ميه. فايبروز. تقوم انت تقول لي فايبروز ازاي؟ اقول لك ايه اللي انا عاملها بايدي دي. الفيولاي، عارفين الفيولاي؟ هنبدا بقى الحصه الجايه بقى نشرح بقى الحاجات دي بتضل. لكن الفيولاي اللي هي عن طريقها بيتم تبادل الغازات. والالفيولاي خدوا بالكم بقى لو حواليها فايبروزس، المفروض الالفيولاي طبيعيه لما انت بتاخد نفس ايه اللي بيحصل؟ مين شاطر يقول؟ الالفيولاي بالظبط، برافو عليك. الالفيولاي تلاقيها ايه يا جماعه؟ تتمدد كده توسع، ولما تخرج نفس تقوم تنكمش. حلو الكلام. فانت قاعد شغال اللعبه دي بقى طول ما انت قاعد، الانسبيريشن توسع. لكن خد بالك لو في فايبروزس كتير هتيجي الالفيولاي تتمدد. هل هتتمدد بنعومه وانسيابيه وسلاسه زي عندنا؟ لا، هتلاقي الالفيولاي بتعمل زي بقى طق 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 طق، ما حواليها الالفيولاي من كل الجهات طق 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 طق، وهو الكريبيتيشن ايه غير طق طق طق. وعشان كده يقول لك بقى ان اسباب الكريبيتيشن هما سببين. هما سببين ايه؟ هما السببين، السببين رقم واحد في فلويد بكل اسبابه، رقم اتنين فايبروزس. تقوم تدخل الام اس كيو، يوم يجي سؤال في الام اس كيو عشان اثبت لكم بقى. الام اس كيو بينه وبينكم يا جماعه مش مذاكره بس، عايز مخ. طب انتوا كلكم عارفين المعلومه دي، لكن حلو السؤال ده كده بقى. يقول لك ايه؟ يقول لك بص يا سيدي، كل الاسباب الاتيه الكريبيتيشن افكتد باي كف، يعني انت لما بتكح تلاقي صوت الكريبيتيشن اتغير اكسبت. يوم جاب لك اختيارات، نيمونيا، بالمونري ايديما، برونكيتس، انترستيشال لانج ديزيز. انترستيشال لانج ديزيز، لان الانترستيشال لانج ديزيز يعني في فايبروز. لان يا جماعه لما انت بتكح انت بتخرج شويه ميه. على فكره اللي يفهم الحته دي قوي اخواننا مش شايشين. عارف انت لما الشيشه الميه تعلى شويه تقوم ايه؟ عارف اسامه انت لما تقوم كام شويه ميه؟ تلاقي منسوب الميه لما بيقل ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الصوت اتغير، صوت نفسه. النهارده ممكن لو قعدت وانت معدي من قدام قهوه بلاش تجرب، تلاقي حد بشايش ولا سمعت ممكن تكب شويه ميه من تحت كده، قول له خد نفس شد كده يقوم شد، هتلاقي الصوت اتغير لان منسوب الميه اتغير. فانت لما بتكح بتخرج شويه ميه فالصوت ايه يا جماعه؟ يتغير. لكن لو عندك فايبروزس، هو سمعنا عن حد بيكح بيخرج فايبروزيشن؟ بيعمل فايبروزس عندك سيد، ساعات كح مش هتكح، الصوت هو هو بنفس الصوت بنفس الملل بنفس ما بيتغيرش. اذا السؤال ده بيجي كتير قوي، ايه اللي ما بيتغيرش باي كف؟ يبقى هو ايه يا جماعه؟ كريبيتيشن بتاع الفايبروزس. ان الكريبيتيشن سببه سببين. قلت لو الكريبيتيشن مش في مكان الجاب مثلا اللي هو ما بين الانسبيريشن، لا الكريبيتيشن هيبقى في مكان الليشن نفسه، في مكان اللي هو فيه نيمونيا. فتره الجاب اللي هي ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن اللي المفروض ان هو لا مش 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 عايز اقولها في فتره الجاب، هو ديورنج غالبا بيبقى ديورنج طول فتره الانسبيريشن. لان خد بالك الشيشه، ودي برضه حاجه اخواننا اللي مش عايزين يعرفوه، هو انت كريبيتيشن انت وانت الميكانيزم بتاع الشيشه ايه؟ هوا بينزل في ميه، احنا بنشد ولا بنشفط؟ بتشد. برافو، انت بتشد ولا بتمسك شيشه تنفخ؟ بتشد. فدايما يقول لك كريبيتيشن غالبا 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 بيبقى انسبيراتوري، غالبا بيبقى انسبيراتوري. على فكره يا جماعه لما بتزيد العمليه ممكن يبقى الاثنين، بس هو بيبقى انسبيراتوري. الكريبيتيشن يمتاز بانه مين ليه يا جماعه؟ عكسه مين بقى؟ الرونكاي. الرونكاي ده اللي هو صدرك بيزير، مش اخواننا اللي مش عايشين بقى، اخواننا المدخنين اللي بيدخن بس بقاله زمان ويجي في الشتاء بالذات كده. طب ممكن تسمع صوت الايه يا جماعه؟ الويزز ده تسمعه من غير ايه؟ من غير سماعه. لو تحس ان انت صدرك ايه مزيق شويه او بيصفر شويه، او ساعات تسمع صوت اصلا حاجه بتصفر في صدرك بتزيق، ده اخواننا الايه يا جماعه؟ المدخنين. او انا اسالك سؤال، والسؤال ده للاغبياء فقط. ولو جيتوا تلاحظوا نتشست فيه حاجات كتير قوي للطلبه المحدوده، عشان كده الطالب المحدود المفروض يحب البرانش ده قوي بقى. يقول لك ايه؟ ايه الحاجات اللي تعمل رونكاي؟ حد يقول كده الحاجات اللي تعمل رونكاي ايه هي؟ بص انا عايز النهارده في حصه يعني اللي هي ايه الحاجات اللي بتعمل رونكاي. الياب البلدي، الحاجات اللي تخلي صدرك يزيق. الياب البلدي، الحاجات اللي تخلي صدرك يصفر. طب انا اسالكم سؤال، تعالوا ارجع بيكم لسنه اولى ابتدائي. والله فعلا انا اعتقد لو ميس ميرفت في كي جي 1 مش تعمل كده. ايه اللي انا رسمه؟ انبوبه عموما. لا انا برجع بيكم لكي جي 1 خالص. طب ودي ايه بقى؟ انبوبه صفار. طب ايه الفرق بين دي
ودي غير يا جماعه والله يخليكم مش عايز طبص الزرافه غير ان دي ما بتصفرش ودي بتصفر. ايه الفرق بين الانبوبه الانبوبه والصفاره؟ ان الانبوبه ايه؟ الانبوبه انت الانبوبه انت يا دكتور. الانبوبه انبوبه وما بتصفرش كلها. خد بالك انما الصفاره ايه بقى يا جماعه؟ بيبقى فيها في الاخر مروي. ايوه مروي. هتيجي سيارتك تنفخ تلاقي الهواء يجي يجي يمشي عادي 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 يجي عند هنا وبيحصل ايه يا جماعه؟ تصفر. وعشان كده انا بقول لك امتى يحصل رونكايت. سؤالنا بيها فقط اي حاجه تعمل ايه؟ نارون. ايش معنى؟ تقولي له ايه في شفه بقى؟ قولي له يا دكتور لان النارونج سوف يحول الانبوبه من انبوبه الى صفاره. بس تنصف. يقول لك مش فاهم. تكون بقى معاكي في اللي هي واخده بقى معاكي جهاز الضغط والسماعه واخده معاكي عارفه الصفاره اللي هي بتبقى انا بجيبها زمان اللي هي بتاعت يا جماعه اللي بيطلع منها بتاع ده كده تومور ده حاجه ضيقه والهواء يعدي. ليه بقى تعمل كده؟ لان حد يسالك سؤال غريب جدا يقول لك الرونقاي من لي بتبقى انسبيراتور ولا اكسبيراتوري؟ قول له يا دكتور هو الصفاره انت ومنفخها في وشه تيجي في وشه كده بتاعي. فاقول له اكسبيراتوري لان الصفاره ايه يا جماعه؟ انما الشيشه كانت انسبيراتوري. مره ثانيه مره ثانيه لو العمليه سيفير بتبقى الاثنين مع بعض انما مين لي اكسبيراتوري. يبقى الرونقاي بيحصل في حاله واحده بس اللي هي برونكيال نارونج. عشان كده نفس الحاجات اللي عملت فيزيكال ريسبرولونج اكسبيريشن هتعمل رونقاي. طب والفلويد امتى يبقى فيه كريبيتيشن؟ لو فيه فلويد او فايبروز. طب ما تيجي نجمع كل اللي احنا قلناه. ايه الكريبيتيشن مينلي انسبيراتوري. افتكر حتى الشيشه شيشه مش اسال اللي حتى اللي كان شرمه كده تعرف. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ بصوا بقى اللي ده كده اللي هو بصوا بقى تاني عشان ما نتوش. اصل انا حاسس النهارده دي اللي هيتمكن فيها والله هيبقى اقول لك هيبقى هنتريش في التشيست. اللي هيبقى مهزوز فيها تلاقيه قاعد طول فتره التشيست قاعد في الحياه. سيمتومز خمس كلمات خلاص بقى لا داعي ان احنا نعيدهم. ولو كان سبت بلان ديزيز بنزود جنرال ساينس ثلاث كلمات اللي هم فيبر تكلمني انت كده. انما مع نمونيا بنزود ثلاث. انا عايز اسئله سريعه كده الوان برونكيتس الثلاث او رام سي او بي دي كل الجسم بيورم من فوق لتحت معاده حاجه واحده. تي بي بنزود سي سي هو كده الاسم يرفرف معايا ولا مش معايا. فالمهم ندخل بقى بعد كده. طب اللوكال ساينس اظن اللوكال ساينس دي بتتذاكر مره واحده في العمر في العمر يعني في كل الامراض لا داعي ان انت تذاكر لوكال ساينس خلاص مفهومه. شوف اوف تشيست حاجتين بالبيشن. طب التي في اف بتقل في كل الامراض ما عدا 3 سي. طب البركشن حمضه بالجنزبيل. طب الاوسكارتيشن امتى يبقى في ذكر ويز برولونجد اكسبيريشن برونكال. امتى يبقى برونكيال الحاجات اللي بتزود تي في اف. طب ندخل على ادفنتشال ساوند يا يعني اما ايه يا اما ايه رونكاي كريبتيشن. كريبتيشن سببين بحرف الاف. طب رونكاي برونكال. واحد يقول لي طب الكومبليكيشنز ايه بقى؟ هقول لك الكومبليكيشنز هتبقى بص يا جماعه كومبليكيشنز هتبقى كالاتش. كومبليكيشنز عشان الصوت ما وصلش بس بس عشان الصوت. فالمهم يقول لك ايه بقى؟ لو حد عايزين نفرق مفتاح برضه عشان الصوت. المهم يعني يقول لك ايه بقى؟ بص يا جماعه كومبليكيشنز. بص يا ابني امراض التشيست كلها ما فيش الا ثلاث امراض ليهم كومبليكيشنز. السبيشال تيست مش هتيجي سيرته غير في مرض واحد بس اللي هو اللانج اكسس. وانا بتكلم عن لانج اكسس او وانا بقول اوسكارتيشن اقول في حاجه ثانيه سبيشال تيست هنقوله في الاكيوت لانج اكسس. بصوا بقى يا جماعه كومبليكيشنز امراض التشيست اللي هي كومبليكيشنز هم ثلاثه. المرض الاول نيمونيا. خدوا بالكم ان نيمونيا نفس الكومبليكيشن على فكره سؤال ده جسم فيزيك كومبليكيشنز اوف نيمونيا. يعني مذاكر سكيم بس قفله سكيم بس ده مذاكر سكيم بس هو ده اللي ما تلخبطش مفيش مجال للخبطه. ايه هي مجمر او كاتب ايه يا جماعه؟ كومبليكيشنز اوف نيمونيا كومبليكيشنز. بس قبل ما اقول الكومبليكيشنز اوف نيمونيا بصوا بقى يا جماعه كومبليكيشنز النيمونيا واللنج ابسس والبرونكيكسس نفس الكومبليكيشنز هم عشان كده مين الطالب المهرجه الهندي على فكره الحاجات اللي انا بقولها بديهيه دي انت ممكن تقول لي مفيش كده اقول لك لا يا ابني في طلبه كده وفي مذكرات اللي هو ايه يا جماعه كومبليكيشنز اوف نيمونيا هو نفس ذات الطالب بتعمل ايه بكره مذاكر بقى كومبليكيشنز اوف لانج ابسس يجي في ثالث يوم وهو نسى وكل مره يشبه هو الكلام ده شفته فين قبل كده وبعدين هو نفسه في ثالث يوم اول طلبه كده كومبليكيشنز اوف برونكيسس ولانج ابسس ويجي في رابع يوم طبعا يتلخبط يقوم عيطهم تاني ويجي في خامس يوم وفي الاخر هتقفشه حافي من حمام السيدات في اول طريق السويس ليله الامتحان. انما انت خد بالك النيمونيا هي اللانج ابسس هي اللي يا جماعه البرونكيسس. نقولهم من دلوقتي ونخلص ولا نقولهم على النيمونيا؟ طب ما نقولهم ونخلص. يعني مثلا في حاجات جنرال حاجات في البلوره حاجات في اللنج حاجات جنرال نحفظهم من دلوقتي لحد ما ناخد النيمونيا. مش ده انفكشن؟ واي انفكشن بيعمل جنرال ايه؟
اي انفكشن انفكشن في الرئه، ما هو لانج ابسس او برونكيتس او نيمونيا انفكشن. خلاص في حته. طيب برافو عليك على فكره، الاجابه دي عميقه قوي على قد بساطتها، دي بسيطه لكن عميقه جدا. الانفكشن ده يروح في حته تانية اللي هي زي ايه بقى؟ زي سبتسيميا، يعمل الاول سبتسيميا وسبتيك شوك، يوصل للدماغ يعمل مينينجايتس، يعمل دي اي سي، مش اي انفكشن ممكن يعمل دي اي سي. الانفلاميشن لما بيطول عموما ممكن يعمل امايلودوزس كمان، وطبعا لو وصل لكل حته ثانيه زي ما زميلكم تكرم علينا وقال لنا يعمل حاجه اسمها مالتيبل اورجان فيليير. يعني النيمونيا ممكن تموت ب ام او اف، اقول لك اه تبعت في الاي سي وجالك نيمونيا ممكن بسبب ايه يا جماعه؟ تموت بسبب المالتيبل اورجان فيليير. فاي جنرال هتقوم كاتب ايه بقى؟ سبتسيميا، سبتك شوك، دي اي سي، مالتيبل اورجان فيليير، مننجايتس، امايلودوزس، اختار منهم اي حاجه بكتبها، ثلاثه اربعه وخلاص. حاجات في البلوره، الفهرس بتاع البلوره، لان اي حاجه في الرئه ممكن تنط على البلوره، تقوم تعمل لك ايه يا جماعه؟ اي حاجه في البلوره. زي ايه مثلا؟ بلورسي، زي بلورا ريفيوجن، زي نيومو، اي حاجه. امبايما طبعا عشر حاجه اللي هو بص اي حاجه، اما ناخد البلورا امراض كلها رصها وخلاص. طب في اللنج، هنا بقى الحته دي الاسكياء، في اللنج الثلاثه بيعملوا ايه؟ بيعملوا بعض. يعني ايه الثلاثه بيعملوا بعض؟ فهمتوا ايه؟ يعني لو بتتكلم عن نيمونيا هتكتب ايه في اللنج؟ برونكيتس لانج ابسس. طب لو بتكلم عن لانج ابسس بتكتب نيمونيا وبرونكيتس. طب لو وهكذا في حاجات هنزودها بقى. يعني مثلا وانا بتكلم عن نيمونيا هنزود حاجه اسمها انريزولفد نيمونيا، يعني نيمونيا تتعالجه وتلاقي العيان متنح قدامك، تدي قلمين تملك على حاجه ما بتفتش والله. يقول لك ما هو انا يا دكتور عندي حاجه اسمها ريزيستنت او انريزولفد نيمونيا، حاجات كتير بتعمل كده هنبقى نقولها في النيمونيا. في البرونكيتس هنزود لان ده مرض كرونيك وبيجي في الاثنين رئه في التو لانجز، فبيعمل كوربال مونال وريسبيراتوري فيلير لانه بيطول وبيبقى مرض كرونيك. في اللونج ابسس مش هنزود اي حاجه، يعني في اللونج ابسس هم دول فعلا. في النيمونيا هنزود ان ريزولفد نيمونيا، في البرونكيتس هنزود ريسبيراتوري فيلير. عندي يا جماعه شفت بقى؟ فالمفروض وانا بشرح الكومبليكيشنز اوف نيمونيا هحاول اشرحها بالتفصيل شويه، لكن في اللونج ابسس المفروض لو انا في مجموعه طبيعيه اجي اشرح كومبليكيشنز اوف لونج ابسس تقول لي ايه بقى؟ لا مش للدرجه دي، وتقوم مسمعهم. في البرونكيتس هنزود بس الريسبيراتوري فيلير. وايه يا جماعه؟ طب في امراض ثانيه ليها كومبليكيشنز؟ اه مرض اللي دايما يطلع لنا زي المرض في العمل اللي هو سي او بي دي، كرونيك اوبسرا. السي او بي دي بالمناسبه كنا بنزود ايه في الجنرال ساينس؟ كل جسم بيورم من فوق لتحت ما عدا حاجه واحده. طب الكومبليكيشنز بقى؟ طبعا السؤال ده لازم يجي، كومبليكيشنز وسي او بي دي. لا ده حتى لو مش هيجي ده في العمل، ده هو العملي اصلا هو عباره عن سي او بي دي. كومبليكيشنز اوف سي او بي دي انا مش طبعا مش قايلهم النهارده، ما انا لو قلتهم طب هنقول ايه يا جماعه بعد كده؟ هنيجي نعمل ايه؟ بس انا هديك مش هديك سناره برضه، انما احنا هنقسمهم. هقول لك انهم 11 حاجه. يعني اعرف انهم 11، ايه هم ال 11 اللي بنعرف سي او بي دي؟ بس انا زي ما اتفقنا قبل كده انا يهمني العدد جدا، يعني وانا بشرح سي او بي دي تقول لي ايه هم ال 11 حاجه؟ انما مش هاجي اقول كومبليكيشنز اوف سي او بي دي وانت اه دكتور ايه هم بالحق؟ ايه بالحق ايه هم 11 حاجه؟ تيجي نفصصهم؟ نفصصهم عشان لما نيجي نشرح تبقى عارف تفصيل. يعني يقول لك 4-3-2-1-1 على فكره خطه جامده جدا. اه والله خطه جامده والله، بس لو عكسناها بقى. بس لا مش عكسناها، ده هي كده 4 اه ده هي كده جامده 1-1 اه معايا؟ كاس اه والله صح والله 4-3-2-1-1 يبقوا حتى هرمين في لعب الشهر. اه والله انت بتخيل فرقه داخله بتلعب كده هيبقى منظرها مرعب اصلا. يقول لك 4-3-2-1-1 خط اه تصدق اه انا شفت يا سلام راجل اه لا. فالمهم ايه خطه الشجره اللي هو 4 يعني ايه الاول بايه نقلش اه والله انتوا محزين. يعني ايه المقصود اصلا 4-3-2-1-1؟ قعدنا ساعه خطه الشجره مش عارف ارتكاز ارتكاز ايه يا جماعه؟ 4-3-2-1-1 4 فين؟ 4 في الرئه، و3 فين؟ في القلب، و2 في الكليه، واحدة في المعدة. ويبقى باقي واحدة مش دول 10؟ 4-3-2-1 واحد في الاخر كرونيك كف. كرونيك كف ما هو نقلش بس. عارفين مين اللي اخترع القلش اصلا؟ ما قالش. تقول لك 4-3-2-1-1 انتوا ايه انتوا؟ فالمهم الواحد ده اللي في الاخر هو كرونيك كف. كرونيك كف. يعني طبعا ده عنده كرونيك كف، فايه الكومبليكيشنز في كرونيك كف؟ نبقى نقولها في سي او بي دي بقى. شوف بقى انا يهمني ايه وانا بشرح سي او بي دي، اجي اقول الكومبليكيشنز انت مش عارفهم، بس عارف انهم 4 فين؟ في الرئه، وعارف الثلاثه في القلب، وعارف الاثنين في الكليه، وعارف ان واحده في الرئة. هو مثلا لما تبقى عارف واحده في المعده وانت مش مذاكر السي او بي دي ما تعرفش الفها. ما انتوا ما تترزموش على اهالينا، هو انتوا تعرفوا مرض في المعده غير البيبتيك ألسر؟ لا ما تحسنيش بقى. العلماء قاعدين قدامي بيفكروا اه في المعده بيحصل ايه؟ هو البيبتيك ألسر انتوا مش عارفين غير المرض ده. يبقى وانا بشرح سي او بي دي بس هتسالني سؤال واحد بس، هو ليه بيحصل بيبتيك ألسر؟ يوميها بقول لك، مع ان انتوا تقدروا تالفوها برضه على فكره.
تقدر تقول لي الاكسجين لما يقل يحصل هايبوكسيا في الميكوزا فتضعف. تقدر تقول للانسان اكسيد الكربون لما يزيد ممكن يعمل ايه برضو يا جماعه؟ يزود ال HCL. تقدر ان انت بس الكلام ده كله هنقوله فين بقى؟ في السيو بي دي. ازاي بتحصل لفت سايد اوت فيل؟ ما هو ده بقى في السيو بي دي. السيو بي دي هنقول ما هو السيو بي دي بس لما نيجي نشرح السيو بي دي بيحصل رايت سايد هارت فيلير ليفت سايد هارت فيلير اسكيميك هارت ديزيز. بس مش عايزك تعرف الحاجات دي دلوقتي. السيو بي دي 4 3 2 1 1 فاهمين اقصد ايه ولا لا؟ يبقى النيمونيا واللنج ابسس والبرونكيتس هنزاد لك كومبليكيشنز. لا طب السيو بي دي 4 3 2 1 1 اللي هي خطه الشجره قابلني لو هتفتكرها في الكتاب. طب وبعد كده اللي هو البرونكا الازمه. برونكا الازمه في حاجه اسمها اكيوت سيفير ازمه طبعا لازم نقف قدامها كويس قوي. انفستيجيشنز لا الانفستيجيشنز بقى خدوا بالكم الانفستيجيشنز بتاعت امراض التشيست بقى ركزوا بقى معايا تركيز غير عادي. اقسم بالله اللي هيركز معايا في الانفستيجيشنز دلوقتي فعلا هيقول ايه الشيست ده. وعايز اللي منكم ذاكر التشيست قبل كده يا جماعه يدرك ان اصعب ما في التشيست هو ايه الانفستيجيشنز. اللي منكم ذاكر الشيست قبل كده والله في الراونديت وقعد كده يذاكر الانفستيجيشنز مع نفسه كده وجد ان اصعب حاجه في الدنيا الانفستيجيشنز بتاعه التشيست. بس عايزين نخرج من الحصه ودي اخر حاجه هنقولها النهارده. نخرج بقى من الحصه الانفستيجيشنز تبقى ايه يا جماعه؟ عايز اقول حاجه ان الانفستيجيشنز وما الانفستيجيشنز الا سكيم بس هتروح في الحياه تجيبك يمين وشمال وفي الاخر هتدرك المعنى ده ان فعلا الانفستيجيشن. ودي على فكره يا جماعه من الحاجات اللي انا شخصيا يعني بقى ايه انا طبعا طفين انا الوحيد في الدنيا اللي ما بيتكلمش عن نفسه والحمد لله انا الوحيد اللي عمري ما اتكلم عن نفسه. لكن من الحاجات اللي الواحد فعلا ايه مبسوط بيها او الانفستيجيشنز دي لانها فعلا هتسهل لك جامد جدا جدا بطريقه غير طبيعيه. الانفستيجيشنز في اي مرض من امراض التشيست 6 حاجات. في امراض هنزود بس هما 6 حاجات. تركيز بقى غير عادي. ايه هما ال6 حاجات؟ 1 راديولوجي. 1 ايه يا جماعه؟ راديولوجي. راديولوجي يعني اكس راي و سي تي. تقول لي طب الترا ساوند؟ اقول لك لا بلاش لان الالترا ساوند مش هيجي سنتها الا في مرض واحد بس اللي هو البلورال فيوجن. فانا خفت تتلخبط فيه لان لو كتبت الترا ساوند في اي مرض من امراض الشست الناس هتضحك علينا في كنترول. تبقى معدي كده اقول لهم على فكره ده انا بس انا كاتب الترا ساوند في امراض الشست. الترا ساوند ازاي يا ابني وفي هواء في الرئه؟ المرض الوحيد اللي ينفع اعمل له الترا ساوند في الشست هو ايه؟ البلورال فيوجن يعني في ميه. بص ابعد عن شر وغنيله. اي مرض في التشيست اكس راي وسي تي. السي تي انا مش عايز منك حاجه سي تي فول ستوب بس مش هنعلق عليها خالص. انما الاكس راي بنعلق على كام حاجه؟ 3 حاجات. منهم حاجتين ثابتين اللي هم 2 و3 ومنهم حاجه سبيسيفيك. سبيسيفيك هتلاقيه عامل وش زعلان كده صح؟ ليه بقى وش زعلان؟ لان للاسف الاسيف السطر ده بقى بيتذاكر تذاكروه كل مرض يعني. تخيل ده اول سطر يا جماعه في التشيست تذاكر انتوا مدركين المصيبه اللي احنا فيها. انت يا ابني ده اول سبيسيفيك ده بقى السطر السبيسيفيك اللي ملوش سكيم طبعا ده بقى بناء على كل مرض هتقدر تقول ايه اللي بيحصل في الاكس راي. بس خد بالك هو انت لو كتبت السطر ده لوحده تقفل الدرجه؟ لا لان بتوع الشيست بالذات مخهم صغير جدا. معروف يا جماعه اصغر دماغ بتوع الشيست ده دكتور الشيست اللي قعد حياته كلها اولا برانش خنيق جدا على فكره بيقعد حياته كلها ما بيكتبش غير 5 6 7 ادويه. انت واخد بالك ما فيهوش كمان تمكن على فكره يا جماعه. دكاتره الشيست ما فيش حاجه اسمها دكتور شاطر ودكتور خاين زي بعض. الحته دي كلهم زي بعض فعلا لان كله ديبند على ايه؟ هيستوري كويس اعمل انفستيجيشنز الكلام ايه يا جماعه؟ ما فيش حاجه اسمها بقى ايه ده ودنه حلوه بيسمع والتاني ودنه وحشه. ايده حلوه زي الكارديولوجي. الكارديولوجي فيه مهارات بين دكتور والتاني انما الشيست لو جبته حمار هيبقى دكتور شيست كويس بس ماشيين زي ما الكتاب بيقول. انت واخد بالك؟ فهو دايما بيبقى دكتور مخه صغير يقول لك ايه ده انت في الاكس راي كتبت السطر السبيسيفيك بس طب ليه ما علقتش على التركيه؟ هي التركيه مش بتبان في الاكس راي؟ قول له ما هو نفس الكلام اللي انا قلته في كلينيكال بيتش. ايوه حبيبي بس كنت تكتبه برده التركيه شفتت وزي اوبز سايد او شفتت وزي ايه؟ سيم سايد. طب ليه بقى هو انت ليه ما كتبتش راديولوجيكال ساينز اوف كومبليكيشنز مع ان امراض التشيست متداخله مش ممكن يبقى فيه كومبليكيشنز صح ولا غلط؟ عشان كده بقى انا عايز الطالب اللي هو اللولبي اي مرض من امراض التشيست رقم 1 راديولوجي. وراديولوجي هيبقى ايه يا جماعه؟ اكس راي وسي تي. الاكس راي هتعلق على كام حاجه؟ 3 حاجات سبيسيفيك وبعد كده راديولوجيكال ساينز اوف كومبليكيشنز وبعد كده ايه يا جماعه؟ ولو حتى ايفن نكتبها كلمه راديولوجيكال ساينز اوف كومبليكيشنز اكزامبل بلورال افيوجن مثلا معايا وبعد كده التركيه شفتت وزي مش عارف ايه قوي سهله. يبقى انت كده خلصت اي اول ايتم اللي هو الراديولوجي. رقم 2 لو ما قلتوش انا ممكن احصل لي حاجه وانا قاعد يعني بجد يا جماعه. سؤال يا جماعه سؤال هو انت هنا لو ما شفتش الاسبيوتا هتشوفه امتى؟ في النيورو يعني مش هتشوفه مثلا في الرمط يعني عيان مثلا عنده رمط يقول لك الاسبيوتا ما اكزامينش مهم عشان اشخص فرد الالسر لا هنا رقم 2 الاسبيوتا ما اكزامينش. يا جماعه امشوا بالفطره وبالصليقه وبالبديهه اللي هو اسبيوتا مزمنيش. والاسبيوتا مزمنيشن بقى الطالب المحدود ركزوا بقى يا برادر يركز بقى في الحته دي لانها مهمه جدا. الطالب المحدوده يوم كاتب اسبيوتا ومذكرات صفر على فكره اسبيوتا مزمنيشن
انا الوحيد اللي ما بتكلمش عن نفس زمان شويه. سبلوتامين اكزامينيشن، سبلوتامين اكزامينيشن يوم كاتب لك ايه بقى الطالب الاصفر كلتشر عن سيفتي تيست، وفي الاخر يجيب لك درجه اي كلام ويقول لك اين درجاتي اين اشياء شاك ايه يا ابني، ما انت جبت الليمبي ودخل اكتب سبلوتامين اكزامينيشن كلتشر عندي يا جماعه سيف تيست صح ولا غلط. اي حد هيكتبها لو جبت المحيط لك ولا على الشيشه ما يقول نفس الكلام ده معايا ولا مش معايا. انما طب انا هسالك سؤال ورد ذمتك، هو انت دلوقتي لما واحد يجيب لك سبيوتر حلو الكلام تيجي تمسك السبيوتر في ايدك، ده في حصه على فكره تبقى كوليكشنز حصه سبيوتر بس اللي هو انواع البلاغم والبلاغم بيبقى ايه على فكره في اشكال والوان هنبقى نقولها كتير اهو، لكن هو عموما بقى تمسك السبيوتر بايدك كده وتلاقي في اورجانيزم بيجري، هل انا اقدر احلف بالله ان انت عندك مصيبه في الالفيولاي مثلا او في الرئه عندك نيمونيا؟ لا. وايش عرفك ان الاورجانيزم الحقير ده جاي من الرئه من تحت ما جايز جاي من بقك صح ولا مش انت السبيوتم بيطلع ويجي بقى صح ولا غلط؟ وعشان كده يقول لك ايه بقى، يقول لك لابد مش بس كالشر سيفتس لازم تعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن، تجيب كده السبيوتم تقوم مقطعه واخد منه شريحه كده سكينه كده وتقول يا جماعه سيبه يثبت شويه تقوم جاي يا جماعه مقطعه كده. طبعا انا المهم تعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن، مايكروسكوبيك اكزامينيشن ودور على ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ اول حاجه بدور عليها عايز ابقى الطالب العالي قوي، وانت لازم تبقى عالي لان بينه وبينكم انت مش هتذاكر بالسكيم دي، يعني انت بعد كده هتلاقي الامور سهله قوي، فاكتبها بتمعن بقى قول له مايكروسكوبيك اكزامينيشن اكزامبل سكويماس سيل ابيثيليوم. ايه السكويماس سيل ابيثيليوم؟ ما هو سكويماس سيل ابيثيليوم معنى كده ان انت لو لقيت عينه السبيوتم فيها سكويماس سيل ابيثيليوم كتير اكتر من كام هنعرف في النمونيا، لقيت فيها اكتر من 25 سيل فبقى هنبقى نعرف الكلام ده بعد كده، لكن لقيت السكويماس سيل ابيثيليوم عاليه قول له بص بقى لما تلاقي عينه السبيوتم فيها سكويماس سيل ابيثيليوم عاليه استبلها وتشرب ميتها، امسك حته السبيوتم واخبطها في وشه قول له بقول لك يا ممدوح خد ادي بتاعت السبيوتم بتاعتك اهو في وشك في خليتك اهو هات له واحده ثانيه غير دي. يقول لك ليه؟ قول له لان فيها سكويماس سيل ابيثيليوم كتير. يقول لك وايه يعني؟ قول له معنى كده ان هي كونتامينيتد باي ايه؟ ببق العينه لان البق هو اللي ايه يا جماعه مغطى بالسكويماس سيل ابيثيليوم، فعشان كده لو لقيت عينه السبيوتم فيها سكويماس سيل ابيثيليوم كتير استبلها وتشرب ميتها هات له واحده ثانيه السبيوتم دي لا استبلها وتشرب ميتها. طب يقول لك بشوف ايه كمان بالميكروسكوب؟ اشوف الماكروفيجز ماكروفاجات. ليه؟ لان نبات الماكروفيجز ايه؟ الماكروفاجات دي بتعيش فين؟ في الديستال لانج يعني في الالفيولاي. ما احنا كده لو لقيت حته سبيوتم فيها ماكروفيجز لقيت مرشوش عليها ايه يا جماعه؟ ماكروفيجز كتير بتجري كده يبقى معنى كده ان المصيبه دي جايه منين؟ من الالفيولاي يعني النيمونيا، هنبقى نعرف بعدين ان نبات ان النيمونيا بتيجي في الالفيولاي. يبقى بشوف النيتروفيلز، لو لقيت نيتروفيلز كتير يبقى في معنى كده ان في ايه يا جماعه؟ ان في برضه انفكشن او كده. فاذا انا بعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن عشان اشوف ثلاث حاجات، يبقى كل الطلبه هيكتبوا ايه يا جماعه؟ سبيوتام اكزامينيشن كالتشر اند سيفتي تيست، وتلاقيه عمال يهجص بقى، وبعدين نعمل زيل نيلسون عشان لو اتشاف في تي في، ونعمل يا ابني انجز. انما انت هتكتب ايه يا جماعه؟ مايكروسكوبيك اكزامينيشن كالتشر اند سيفتي تيست زين مايكروسكوبيك ايه يا جماعه؟ اكزامينيشن وسبيوتام اكزامينيشن، وبعدين بتعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن تو ديتكت ثلاث حاجات سكويماس سيل ابيثيليوم ماكروفيجز وايه كمان؟ نيتروفيلز. هو نفس الراجل هو بيصح يقول للطالب ده اكيد طالب ايه؟ غير عادي في زمن غير اعتيادي. طالب بقى انت عندك والله فعلا مش بعيد يتصل بيك يقول لك انت ايه حكايتك ترد عليه تقول له ايه؟ اصل انا دكتور جامعه اتخصص اسكيميك تشيست. فاللي هو عشان كده ده كده رقم ايه؟ رقم ثلاثه، اسمع بقى رقم ثلاثه. رقم ثلاثه والله يا جماعه انا مش عارف هي حلها ايه، بس فعلا الناس اللي بيذاكروا تشيست كما ينبغي حتى لو في بقيه البرانشات هو مش عارف بس التشيست بيتقفل فعلا. تلاقيه قاعد يخلصه بسرعه جدا. في ناس برضه بيبقوا مذاكرينه كتير جدا لكن يقول لك الشيست ده اصعب برانش، وانتوا اسالوا حتى زمايلكم الاكبر منكم اصعب برانش ايه؟ لو قال لك الشيست اعرف انه حمار. اعرف انه حمار والله، لان الشيست فعلا انت بايدك تخليه اصعب برانش، بس بايدك تخليه فعلا اهيب برانش. الانفستيجيشنز احنا قلنا رقم واحد واثنين، يبقى باقي كام حاجه؟ اربعه. ايه هما الاربعه؟ بالذمه رقم ثلاثه ليه ما بتقولوهاش؟ حاجات انفيسيف. يعني احنا كل ده مش انفيسيف، ده هو طلع بلغم لبره وعملت له ايه يا جماعه اكس راي وكلام فارغ منه. انفيسيف يعني ادخل بقى بالاتك واشتغالاتك. آلاتك واشتغالاتك يعني ايه؟ يعني ادخل بقى بالايه؟ الف بقى انفيسيف زي ايه؟ بلورال اسبيريشن. طبعا بلورال اسبيريشن هتكتبها كلمه وخلاص، انما لو كان المرض بلورال افيوجن لا ده بلورال اسبيريشن ونحلل الايه؟ طبعا وتقول بقى ترانسيديت ولا اكسوديت والمواد اللي فيه جلوكوزك واميليزك والحاجات دي كلها. انما ترانس بلورال اسبيريشن وايه كمان؟ ادخل طب ترانس تراكيه الاسبيريشن لو تاخد بس من ايه؟ من تراكيه. طب برونكوسكوبي ادخل بمنظار، وما دام دخلت بمنظار القاعده الفقهيه بتقول ايه؟ دخلت بمنظار اطلع بعينه، فاقول لك برونكوسكوبي وزبال. بال اللي هي برونكو الفيولار لافاش، تاخد مسحه كده من الالفيولاي. كان في حاجه بتستعمل زمان بس ما بتستعملش دلوقتي برونكوجرافي. تدخل بمنظار وتحقن ماده صبغه. ما بتتعملش لانها يعني حاجه حقيره قوي، والسي تي بيطلع كل حاجه دلوقتي. يبقى احنا قلنا كام حاجه؟ ثلاثه. يبقى في اي مرض من امراض الشيست هنعمل ايه يا جماعه؟
نفسي الانفستيجيشنز تطلع حافظينها. ثلاث حاجات قلنا منهم كام؟ ثلاثه. يبقى باقي كام؟ ثلاثه. طب رقم اربعه ايه؟ ليه ما بتقولوش بلاد جازس؟ بامان عليكم لو ما قلتش بلاد جازس في التشيست. طب هقوله انت بلاد جازس اللي هي ايه بقى؟ هايبوكسيا. كل امراض التشيست تعمل هايبوكسيا. موافقين ولا مش موافقين؟ موافقين هايبوكسيا. بس هنا بقى من دوري ان انا اقول لك ما تبقاش اقرع ونزح. تلاقي القرع ونزح داخل هو مش مذاكر غير سكين قاعد بقى رجل على رجل. بلاد جازس اكزامبل هايبوكسيا عند هايبر كابنيا تقوم تاخد صفر. وعلى فكره على فكره ما تعلقش على ثاني اكسيد الكربون الا لو انت مذاكر. وعلى فكره بقى في الام سي كيو كل الامراض لازم تعرف بتعمل ايه في ثاني اكسيد الكربون مش في الاكسجين، لان كل الامراض بيحصل هايبوكسيا. انتوا عارفين يا جماعه يوم مش هنتكلم خالص مع بعض اما ناخد الريسبيراتوري فيلير. ولو حد فيكم خد الكلام ده في الراوندات او في العملي، الريسبيراتوري فيلير نوعين، في حاجه اسمها تايب 1 ريسبيراتوري فيلير وفي حاجه اسمها تايب ايه تايب 2. واحد منهم مصر سؤال احنا لسه طبعا ما خدناش الريسبيراتوري فيلير ولا سوق بدي ولا بتاع، بس سؤال الاذكياء بالفطره وبالصديقه وبالبديهه، سؤال الاذكياء فقط، هو تايب 1 بيبقى فيه هايبوكسيا ولا هايبوكسيا وهايبر كابنيا؟ هو اسمه تايب 1 وان وان يا بشر وان يا ناس. هو تايب 1 يبقى هايبوكسيا وبس حاجه واحده. طب تايب 2 حاجتين هايبوكسيا وهايبر كابنيا بس كده. ساعات انت عارف لما ناخد الريسبيراتوري فيلير بقى هقول لك ايه؟ اقول لك تايب 1 وتايب 2 عندكم مانع نخليها تايب ايه وتايب بي؟ هي هي يبقى انت في الامتحان غير بقى تايب ايه خليها تايب 1، لان ايه تفكرك ان دايما المشكله تبقى في الالفيولاي انما بي بتبقى في البرونكاي. عشان كده دايما يقول لك تايب 2 بتبقى مشكله في البرونكاي. بيبقى عنده ايه يا جماعه؟ البرونكال يعني مثلا البرونكايتس كرونيك برونكايتس. البرونكاي بتبقى ضيقه فمشكلته في امداد الرئه بالهواء. الكلام ده هنقوله بعد كده، ما يهمنيش النهارده، انا بس بقول عشان ادلل على معنى ان انت ما تبقاش اقرع ونزهي. ما تجيش تكتب له هايبوكسيا و لا، اكتب هايبوكسيا لو انت مش مذاكر، تكون كاتب بلاد جازس هايبوكسيا نقط كده، ممكن تعمل خط كده صغير قال يعمل ورقه يا جماعه شدت منك في عيني ما لحقتش اكتب. خد بالك في الام اس كيو دايما يتلاعب بيك بقى. يعني انا سالكم سؤال كلكم هتغلطوا فيه دلوقتي، النيمونيا. والله العظيم السؤال ده بيجي في الام اس كيو ودايما الطلبه بيغلطوا فيه، وانتوا كلكم هتحلوه بس غلط. والله دايما السؤال ده، وعلى فكره السؤال ده بقى بيجي كتير اول يومين دول، لان السؤال ده موجود في كومار، موجود في كومار هتلاقي ثالث سؤال تقريبا في اسئله الشيست في كومار. النيمونيا بيبقى فيه هايبوكسيا وهايبر كابنيا. نيمونيا دي اللي هو واحد عنده التهاب رئوي وعنده الالفيولاي ولا هايبوكسيا؟ لا بسمع بقى الام اس كيو. انت لسه شفت حاجه؟ ده الام اس كيو يا جماعه عايز واحد اي كيو متطور شويه. ليه؟ لان هيجي يقول لك هايبوكسيا وهايبر كابنيا، هايبوكسيا ونورمو كابنيا، هايبوكسيا وهايبو كابنيا كورنيال السر. يحصل ايه في اللي عنده نيمونيا؟ صدق مش فاكر الاختيار الرابع فعلا هو قاله ايه؟ صار الرابع هيقول ايه؟ هيقول مثلا اوكسجين يعني اللي هو الاختيار يعني ده كورنيال السر. هايبوكسيا و على فكره واحد ذكي جاوب السؤال ده. السؤال ده بقى يا جماعه 90% من الطلبه اول كان اول مره يجي السؤال ده 90% من الطلبه حلوه هايبر كابنيا طبعا نورمو كابنيا و10% نورمو كابنيا ولا واحد حله هايبو كابنيا مع ان الصح هايبو كابنيا. ليه بقى هايبو كابنيا؟ عشان تاكبني الوش، لان عنده تاكبني جامده جدا فالوش لثاني اكسيد الكربون يقلل ثاني اكسيد الكربون. عارف امتى ثاني اكسيد الكربون يزيد بقى؟ ده في السيفير ديمونيا دي مالناش دعوه بيها. ما بيجي في الام اس كيو اصل طالب اقول لك ايه؟ طب هو في السيفير دي السيفير نور يا حبيبي ده الكلام ده في السيفير، انما النيمونيا العاديه هو بيسال عن النيمونيا العاديه بيبقى هايبو كابنيا. ملخص الكلام بلاد جازس هايبوكسيا و لو انت مذاكر وعارف ايه اللي بيحصل في ثاني اكسيد الكربون بكتبها، مش مذاكر هايبوكسيا وخلاص. طب ادخل بعد كده بلاد نقطه معلش انا سرحت. هو اي بي دي كانت فين؟ لا ده انا بدي مثل على حاجه اسمها ريسبيراتوري فيليا. ريسبيراتوري فيليا تايب 1 وتايب 2. فقلت لك بدل ما تقولي تايب 1 وتايب 2 خليها تايب ايه وتايب بي عشان تفتكر ايه؟ ومش عايزك تفتكر دلوقتي، ما احنا هنبقى نقول الكلام ده لما نيجي نشرح الريسبيراتوري فيليا احسن. بلاد ايه اللي بيحصل في البلاد بقى؟ مش بلاد جايز بس البلاد العادي. كلام يضحك صح؟ بلاد تقولوا بقى يا جماعه سي اس ار انيميا في بعض الحالات ممكن تحصل مرض كرونيك. في حاجه اسمها انيميا في كرونيك ديزيز اصلا او في امر او هيموبسيس يعمل اي حاجه. طيب في حاجه فنيه بس انا مش عايز اقولها دلوقتي في النيمونيا. يقول لك ساعات بنشوف الالكترولايتس في الدم، بس دي بقى مين بقى طالب مين؟ ده طالب مش هنتريش والله المعلومه. لو في حاجه اعلى من هنتريش طب المحلق يبقى هو الطالب ده. ده اللي هو والله اصل انت لو كنت في الامتحان لازم هتلاقي راجل بيتصل بيه تحكي حكايتك يا فتش. مش الدرجات دي بقى، هو دي عايز واحد ايه يا جماعه؟ يعني يخلل جوه منك التشيست. ده واحد بقى اللي هو بقى له 1000 سنه في دكتور شيست يعني، اللي هو يجي يقول لك الكترولايتس مهمه. اه مهمه، لان في انواع في اورجانيزمات بتعمل امراض في الرئه بتلعب في الصوديوم.
سمعتوا عن اورجانيزم خطير جدا اسمه ليجونيلا؟ عارفينه بتاع اللي هو عارفينه جينير يعني اه اللي هو بتاع الفصيله اللي هي بتعمل ليمونيا ده اللي هو جمعيه انت عارف اللي هو اول ما ظهر في ايوه بتوع الامريكان الجيش الامريكي فالجيش الامريكي حصل ليجونيلا فهو يعني عشان كده يقول لك يا جماعه ليجونيلا بقى معروف ان هي بتعمل ايه هايبوناتريميا لما انت تكتب له هايبوناتريميا انه ليجونيلا والله ده انت تسمع بقى زبريت جامد كنت تروح اصل دي حاجه يا جماعه يعني ده انت واحد معدي قوي والله معدي قوي هايبوناتريميا ما اعرفش ان انت اصلا عارفها من سكين بس كلمه عشان تجمل ايه يا جماعه اني لا اكذب ولكني اتجمل هايبوناتريميا انه ليجونيلا حتى جمله موسيقيه بالمناسبه هايبوناتريميا انه ليجونيلا ساعات يقول لك ليه انا بنعرف النمونيا بقى هو لو ان انت عارفينها حد فيكم ذاكر الاندوكراين ليجونيلا تزود هرمون اسمه انتي دايوريتيك هرمون لا معلومه على فكره خدتوها قبل كده زمان الحاجات اللي بتزود افراز الانتي دايوريتيك هرمون سمعتوا عن الهرمون ده ولا لا سمعتوا عنه طيب مجرد سماع سمعتوا عنه انتي دايوريتيك هرمون ليجونيلا بتزود الانتي دايوريتيك هرمون طبعا في حد ما فهمش يعني والله بتزود الانتي دايوريتيك هرمون فبتعمل حاجه بالرميا في ناس والله كده يا جماعه اللي هو بقى ما فهمش غير لما تفضل ايه يا جماعه في ناس فهموا طبعا ما انت لما بتعمل تزود الانتي دايوريتيك هرمون انتي دايوريتيك هرمون يعني بتحوش الميه في الجسم تقوم تخفف الايه الصوديوم فانا جبت كونكلول من الاخر بقى كونكلوجن هايبوناتريميا انوجينيلا حتى جمله موسيقيه طبعا بتيجي بقى في الام اس كيو ازاي از ريجارد تو ليجونيلا ويتش مثلا يقول لك ايه ويتش از كوركت بيجي يقول لك بقى اربع اختيارات منهم بيتعمل هايبوناتريميا صح او ويتش از ان كوركت وهم جايب لك اربع اختيارات ومنهم ما هي صيغه الاسئله دي بتضايق ليه لان لازم تبقى عارف كل حاجه ويتش از ان كوركت عليه برضه بتاع ده بيجي كتير على فكره بالمناسبه في اليو اس ام اي بالذات اليو اس ام اي اللي هي ايه لا هو هنا اصل خد بالك التركيز الاساسي بيبقى هايبوناتريميا انت واخد بالك هايبوناتريميا ليه لانك بتلعب على ايه على انتي دايوريتيك هرمون بس ده احنا قلنا كده كم واحده اربعه باقي الخمسه الخمسه اللي هي ايه لا قلنا خمسه على فكره ولا اربعه خمسه اخر واحده بقى خالص اي سي جي توكسيكلود ايه على فكره يا جماعه شوف الحاجه الصغيره دي افتح مثلا كتاب الاسم حتى افتح كتاب الاسم في الاصل هتيجي تبص في كل امراض تلاقي امراض كتير قوي كاتب لك كده اي سي جي توكسيكلود ايه اذر كوزز اوف كارديك حلوه طب ما انت كده انت كاتبها اهو بقى عشان الراجل ما تديش فرصه للراجل انه يتلاعب بيك ونقصك نص درجه في برانش ما ينفعش اصلا تنقص فيه لكن ارجع واقول عمر ما كانت الحياه بالسهوله هقول بقى حاجه دلوقتي هتسهل كل خلاص احنا بنخلص يا جماعه بس اتمنى ان انتم تكونوا مركزين على الحته الجايه دي مهمه لو كان المرض برونكيتس هنزود خط تحت السيتي يعني مش احنا كتبنا سيتي في كل الامراض بس لو المرض برونكيتس تحديدا اعمل لي خط شفت حتى انك تزود خط وتحط له في مربع لان خد بالك البرونكيتس انت بتشخصها بايه بالسيتي فلو بيقول لك كل ما تيسر بما يرضي الله عن الانفستيجيشنز اوف برونكيتس هتقوم كاتب ايه بقى نفس السكيم بس هتيجي تحت كلمه سيتي تعمل خط او تعمل دايره وتقوم واقف احتراما للكلمه شفت بقى والله تقوم واقف في اللجنه تقول لك بقى اصل انا بكتب سيتي يقول لك ايوه في البرونكيتس تقول له والله يا جماعه هي دي الكلمه لان هيجي في الامس كيو يقول لك ايه ايه الكلمه المضيئه في تشخيص البرونكيتس سيتي طب ولو كان المرض برونكوجينيك كارسينوما هنزود انفستيجيشنز ليه للميتاسيس طبعا بقى خدتوا كلام من باثولوجي بتاع زمان اي تيومر بيروح فين لبلبة اول اربع حروف كلمه لبلبة اول اربع حروف كلمه لبلبة اللي هم ايه لانج وليفر بون وبري صح بول ايه ولبلبة خلونا برضو اللي هو بنقول كلام اول اربع حروف كلمه لبلبة اللي هو ايه لانج وليفر وبون وايه طبعا ما تبقاش بقى مهرجه هندي قاعد بيحل انفستيجيشن فور برونكوجين فور ميتاستاسيس لانج يا ابني ما هو في اللانج اصلا يعني خد اللي في طالب راي باين ان هو بيحل مسكين اه والله باين ان هو قاعد بيحل غبي فالمهم يا جماعه انفستيجيشن فور ميتاستاسيس اللي هم اول اربع حروف كلمه اللاب ولو كان المرض تي بي لو تي بي هنزود جمله وكلمه ايوه الكلمه توبركلينتس ونبقى نفهم بقى من جهه شرح تي بي طب والجمله انا مش هقولها النهارده طبعا الجمله لانها جمله كبيره بس لما يجي يقول لك تخيل يجي يقول لك investigations of a case of TB تقوم بادئ بالجمله دي انا بقول لك اهو اي دكتور شيست والله ما هيكمل انت بمجرد ما تكتب له الجمله دي الفول مارك ايه ده طب واللي قاعد جنبه بيسال انت ايه اديته فول مارك قريت الحاجات دي يقول له اللي كتب الجمله دي لا يمكن ينقص ايه الجمله دي بقى مش هقولها غير في TB بس تفكرني وانا بشرح TB تقول لي جمله وكلمه الكلمه زي ما انت قلت توبركلينتس وانا بنشرح يعني ايه توبركلينتس انما طب اقول الجمله بس بشرط مره واحده وبسرعه ومحدش يقول لي ايه هي ونبقى اللي يلحق يكتبها ما لحقش لا تشويق ولا صرع ما نبقى نقولها في تي بي بس عشان تفتكر ان في جمله بتقول ايه بقى
كلينيكال بوسيبيليتي راديولوجيكال بروبابيليتي بكتيريولوجيكال سيرتينتي. يعني ايه الكلام ده؟ انت عارف يعني ايه الجمله دي يا جماعه؟ كلينيكال يعني ساعات يقول لك هو في الشفه ويقول لك قول لي يا ابني تي بي، والاسئله الفلسفيه دي بتبقى حلوه. يقول لك هو تي بي ممكن يتشخص كلينيكيا؟ قول له بوسيبيليتي يمكن بس مش اكيد. يعني ما اقدرش احلف بالله ان انت من اعراض الكلينيكيه. هل اقدر احلف ان انت تي بي من اعراض الكلينيكيه؟ لا، انما يمكن. يقول لك طب راديولوجيكيا بالاكس راي محتمل. ومحدش بقى تلاقي طالب اصفر بقى، هو ايه الفرق بين يمكن وهي كده؟ وقال لي هو دي يمكن دي يحتمل معايا. انما امتى تحلف بالله بقى؟ تحلف بالله ان انت عندك تي بي بكتيريولوجيكال سيرتينتي، يعني اللي هو سيرتين، يعني اللي هو متاكد. تاكد انت لما تشوف الاورجانيزم بكتيريولوجيكال، اشوفه بعيني، ازرع الاورجانيزم واشوفه بعيني وامسكه بايدي كده، عارف؟ لو مسكت يا جماعه التي بي بايدك اه في الحاله دي اقدر احلف. انما اكلينيكيا محتمل، راديولوجيكيا بروبابيليتي، انما بكتيريولوجيكال هي دي كلمه. فعشان كده يا جماعه ما يجي يقول لك انفستيجيشنز اوف تي بي، ناس كتير هتقول كاتبه ايه اكس راي وانه بيعمل وكله كلام فارغ ودي بريكلين تيست. طب ما انت عارفه كويس جدا وهنقوله كويس قوي. انما يجي يقول لك، يبقى تلاقي واحد طالب بادئ له كلينيكال بوسيبيليتي راديولوجيكال بروبابيليتي بكتيريولوجيكال سيرتينتي ورسم علامات مستقيه كده ايه اه اكتبها كده اه كلينيكال بوسيبيليتي راديولوجيكال بروبابيليتي بكتيريولوجيكال سيرتينتي، الجمله اللي في الاول كده وبعدين تقوم كده معايا. طيب هتلاقي طبعا مكتوبه في كتاب، حتى مكتوبه في كتاب الاسم، بس مكتوبه بطريقه ايه يا جماعه؟ اللي هو يجي في كلينيكال بتشر يقول لك وممكن ما بتشخصش قوي، في الاكس راي يقول لك برده ما تخليكش ايه يا جماعه، ومكتوبه في البكتيريولوجيكال اكزاميشن هي اللي بتخليك ايه. فانت اكتبها له بطريقه جماليه، لو حتى في الشفه تاخد بايده كده وراسه ايه، راسه سلو كده عشان يديك برده درجه ايه سلو متميز. طيب لو كان المرض، اسمع بقى اخر حاجه خلاص، احنا خلاص بنخلص. لو كان المرض دي اخر كوبليه في الحصه، لو كان المرض سي او بي دي او برونكيال ازمة او انترستيشال لانج ديزيز، طالب يا جماعه اللي هيرجع النهارده يذاكر الحصه دي والله يبقى صاروخ في الشاس. لو كان المرض انا بقول ايه بقى، سي او بي دي او برونكيال ازمة او انترستيشال لانج ديزيز، الثلاث امراض دول هنزود حاجه اسمها بالمونري فانكشن تيست، ودي هشرحها طبعا مع البرونكيال ازمة. بالمونري بس بشرط البالمونري فانكشن تيست مثلا في البرونكيال ازمة لازم تبدا بيها زي ما هنبقى نشوف بعدين. تاني بقى يا جماعه الحصه خلصت، بس معلش معلش باقي دقيقتين بس تثبيت. لو انتوا مجمعين كله بقى سيمتومز اي مرض من امراض التشستيو بقى الحصه الجايه انطلاق رهيب بكره بقى سيمتومز خمسه، ولو كان المرض سفرس بلاند ديزيز بتزود حاجتين ساينس جنرال وايه لوكال. الجنرال ثلاث كلمات، ولو كان المرض نيمونيا ثلاث ادويه برونكيكسس سي او بي دي كل جسم اللي هو من فوق تحت بعضها حاجه واحده. لوكال ساينس حماده بالجنزبيل سهلين قوي بقى، يعني ده ان احنا نعدهم، انا هنعدهم بكره وهنعدهم في كل مرض هتبقى خلاص بقى. طب الكومبليكيشنز مين اللي ليه؟ اهدوا بس معايا يا جماعه، الكومبليكيشنز لانج اكسس برونكيكسس نيمونيا نفس الكومبليكيشنز اللي هي جنرال بلورال لانج. طب السي او بي دي الكومبليكيشنز بتاعته ايه؟ 11 4 3 2 1 1. طب الانفستيجيشنز بعد كده ست كام حاجه؟ ست حاجات اللي هم راديولوجي اكس راي وسي تي نيوز اكزاميشن وان مايكروسكوبك اكزاميشن معاها ما تنساش مايكروسكوبك اكزاميشن. ثلاثه بلاد جازز، اربعه بلاد عادي اللي هو البلاد العادي، وبعد كده رقم خمسه انفيزيف ثلاثه مش شغالتك، ورقم سته اي سي جي. ولو كان المرض برونكوجينيك كارسينوما هنزود ميتاستاسيس لبلبه، ولو كان المرض برونكيكسس هنزود خط تحت سي تي سي، ولو المرض سي او بي دي او برونكال ازمة او انترستيشن هنزود سي سي دوت هنمر على كاشف. ولو كان المرض تي بي هنزود جمله وكلمه الكلمه تبقى كده جايز تطور جمله ولا كلمه بس.